اتحداك انك تلاقي فيديو زي ده على اليوتيوب او اي منصة على السوشيال ميديا، لان ده اول فيديو يتشرح فيه منهج سنة اولى جامعة، سواء ألسن ايطالي لغته ترجمة ايطالي او حتى اداب ايطالي او اي اكاديمية او معهد عالي بيدرس اللغة الايطالية. هشرح لك هنا كل الدروس اللي ممكن تاخدها في سنة اولى جامعة، وده بكل بساطة لان اي منهج سنة اولى جامعة مش هيخرج عن A1 و A2 جراماتيكا او قواعد اللغة الايطالية اللي انا هناقشها معاك دلوقتي. ممكن يقل شوية او يزيد شوية على حسب منهج الكلية اللي انت بتدرسها بالظبط، بس بنسبة 90% او 100% هتلاقي المنهج اللي انت بتاخده في الكلية هيتشرح لك في الفيديو ده. ركز كده وجهز نفسك، لان انا متأكدة ان الفيديو ده ممكن يبقى سبب في ان انت تطلع من الاوائل في الكلية بتاعتك بإذن الله. فما تستخسرش فيها بقى اشتراك في القناة، لايك للفيديو، ويلا نبدأ. ده فورقة وقلم كده وركز معايا عشان تعرف انا هشرح لك ايه النهاردة. الايباد كان هيقع على فكرة. باشا عايزاك تركز معايا الدقيقة الجاية كويس جدا، لان انا هعرفك نظام الفيديو ده عامل ازاي، بحيث ان انت تعرف توصل لأي درس انت عايز توصل له بسرعة من غير ما ضيع وقتك. بص يا باشا، اول حاجة قررت ان انا ابدأ بيها الفيديو علشان اشرحها لك هي اكتر حاجة يمكن مصعبة لك الدنيا او معقدك، وهي ايه برونوم ديراتي، وهتلاقيني شرحتها لك في الدقيقة دي. على فكرة لو نزلت في الديسكريبشن بوكس هتلاقيني برضو منظمة لك الدنيا، كل حاجة هشرحها بالدقيقة والثانية علشان ما ضيع لكش وقتك خالص. بعد كده شرحت لك البرونامي انديراتي وهتلاقيهم في الدقيقة دي. وبعد كده بقى ندخل على الأزمنة، شرحت لك الباساتو بروسيمو بأسهل وأبسط طريقة وحاجات ما سمعتهاش قبل كده عنه، هتلاقيهم في الدقيقة دي. وبعد كده زمن الامبرفاتو انديكاتيفو هتلاقيه في الدقيقة دي. وأكيد مش هنسى الانديكاتيفو بريزنت هتلاقيه في الدقيقة دي. خلصنا الأزمنة والحاجات الصعبة، نخش على الحاجات الأسهل شوية. هتلاقي البوسيسيفي أو ضمائر الملكية مشروحين في الدقيقة دي. بعد كده دخلتلك الأدجيتيفي كواليفيكاتيفي هتلاقيهم في الدقيقة دي. الديموستراتيفي هتلاقيهم في الدقيقة دي. ودي باكج المبتدئين بقى، الناس اللي متعرفش حاجة خالص في الإيطالي وبادئة بلاطة، هتلاقيني فتحتلك هنا باكج، هتلاقيني بدأتلك بالألفابيتو إيطاليانو في الدقيقة دي، وبعديها إينومي في الدقيقة دي، وبعديها الارتيكول ديترميناتيفي وانديترميناتيفي هتلاقيهم في الدقيقه دي. بعد كده اهم فعلين في اللغه الايطاليه اسري وافيري هتلاقيهم في الدقيقه دي. ولو احتجت شرح دروس تانية زي زمن المستقبل، سواء الفوتورو سامبلتش او الفوتورو كومبوستو، او حتى احتجت شرح درس فيرب ريفلسيفي اللي هي الافعال المنعكسه، او حتى احتجت الجزء الثاني من برونومي راتي، فدول انا شرحتهم في فيديوهات منفصله، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف تحت، هتلاقوا في الوصف عنوان الفيديو وبعد كده اللينك بتاعه تحت العنوان. استنى رايح فين؟ ده لسه مش بقولك حطلك المنهج كله، ما تستخسرش فيها اللايك بقى. هتلاقي كمان في باكج المبتدئين شرح للافعال الناقصه او الافعال الخادمه ايفيربي مودال في الدقيقه رقم، وكمان لينتروجاتيفي او ادوات الاستفهام في الدقيقه رقم، واخر حاجه حروف الجر للمبتدئين لبروبوزيتسيوني في الدقيقه رقم. بس كده يا باشا، دي كده معظم الحاجات اللي هنناقشها النهاردة، هتلاقيهم مترتبين بانتظام كده في الديسكريبشن بوكس تحت. ما تنساش قبل ما تتفرج على الفيديو شارك الفيديو ده مع كل اصحابك اللي بيدرسوا ايطالي والناس اللي انت بتعرفهمش كمان بيدرسوا ايطالي، ربنا اعلم انت هتفيدهم قد ايه. انا بذلت مجهود جبار جبار زي ما هتشوف كده باحسن شرح ممكن تلاقيه في حياتك، لان انا عملته بمنتهى الحب والضمير، فصدقني والله هيفرق معاك جدا. هتلاقيني ملطفه لك الاجواء خالص، يعني ما حبيتش اكون اللي صعبوه عليك. صلوا على النبي بقى ويلا نبدا، ما تنساش اللايك. ها انا دلوقتي عايزه افهم، هو انت ايه مشكلتك في الجراماتيكا ايطاليان؟ شويه كي بروبليما عاي، انت ايه مشكلتك فعلا في قواعد اللغه الايطاليه؟ الجراماتيكا ايطاليانا بالنسبه لاي حد بيدرس ايطالي في اولى ألسن، اولى اداب، اولى لغه وترجمه، اولى ثانوي، اي حد بيدرس ايطالي تمام كده، هي بالنسبه لي بتختصر في جمله طبيعيه. طيب جملة طبيعية، الجملة الطبيعية دي بتتكون من ايه؟ والله الجملة الطبيعية بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد بتتكون من فاعل وفعل ومفعول، بس كده، هي دي كل مشكلتك. فاعل احنا لما جينا اختصرناه اختصرناه في الضمائر الشخصية اللي هي ايه، تو، لوي، لي، اللي هي اسمهم
برونومي بيرسونالي. طيب ده كده احنا خلصنا منه. الفعل حالتها المشكله بتاعته بالنسبه للازمنه، درسنا الازمنه مضارع ماضي امر الخ الخ ومشكلته اتحلت. نيجي هنا بقى لقص المشاكل عامه المفعول. عامه المفعول اللي احنا بنقول عليه بالايطالي اسمه الكومبلمنتو، ده اللي ليه ضماير، وضماير بتبقى ديراتي وضماير انديراتي وحوارات كبيره قوي قوي. فهو ده اس المشاكل، او هو ده اللي احنا عاملين عليه الحلقه النهارده، المفعول. انا عايز اقولك ان هو مش اس مشاكل ولا حاجه، عايز اقولك ان الموضوع ابسط من كده بكتير. المفعول او اللي احنا بنقول عليه الكومبلمنت ان ايطاليانو ده هبسطه لك. بص كده معايا، انا عايز اقولك انا باكل بيتزا، ايو مانجو لا بيتزا. لما انا اقول لك ايو مانجو لا بيتزا بالشكل ده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ايو ده كده هو الفاعل، انا، مانجو ده الفعل، ولا بيتزا المفعول، انا باكل ماذا؟ حاجه بسال بكوزا، كاك كوزا، انا باكل ايه حضرتك؟ انا باكل لا بيتزا. اذا البيتزا دي بقول عليها في العربي موقعها من الاعراب ايه؟ حاجه بتؤكل، فبقول عليها مفعول به. المفعول ده بقى او لا بيتزا دي هي دي الكومبلمنتو الايطاليانو اللي عليه الحوارات. بس عايز اقولك ان هي مش بس كده، ده الكومبلمنتو ده بيبقى ليه اشكال. بس مطلوب منك في الفقرة دي دلوقتي انك تفهم ان الجملة الطبيعية فاعل فاعل مفعول، المفعول ده ممكن يبقى حاجة بتتاكل، ممكن يبقى شخص، ممكن يبقى انيمالي حيوان، ممكن يبقى شيء، تمام كده. وانا لما باجي بسأل عن المفعول بسأل بكيكازا او بسأل بماذا او كي كي او كيكازا. خلينا في كيكازا دلوقتي. ايو مانجو لا بيتزا، انا باكل البيتزا. طب بص كده خليني اقول لك نوتس. النوت الاولانيه يا باشا ان في حاجه اسمها الكومبلمنتو اللي هو المفعول اللي احنا عارفينه عادي خالص، اللي هو لا بيتزا كان في المثال ده كده، كان لا بيتزا مفعول به عادي جدا. وفي حاجه اسمها البرونومي كومبلمنتو. ده بقى البرونومي كومبلمنتو ده اللي هو بنقول عليه بالعربي ضمير المفعول. ضمير المفعول، انا مش فاهم حاجه يا انجيلا. طبيعي ان انت مش ما تبقاش فاهم حاجه، ركز معايا علشان افهمك. بص يا باشا، اول حاجه لما انا قلت لك انا اكل البيتزا، انا اكل البيتزا، هتيجي تقولي هو انت كلت ايه؟ هقول لك انا كلت البيتزا. فالبيتزا دي بالنسبه لي كده اسمها كومبلمنتو، بالنسبه لي اسمها مفعول به. طب لو انا شطبت على كلمه البيتزا ورحت بدل ما اقول لك انا باكل البيتزا قلت لك انا باكلها، وقمت شطب عليها ومعوضها بضمير، مش انا قلت بالعربي انا اكلها؟ الها بقى هو ده اللي احنا بنقول عليه ضمير مفعول، وهو ده اللي احنا بنقول عليه البرونومي كومبلمنتو. فهمت بقى الفرق ما بين الكومبلمنتو اللي هو المفعول العادي جدا، يعني هو اسم او شخص او حاجه شيء ايا كان، وفهمت ضمير المفعول. طيب بدل انا باكل البيتزا اقول انا باكلها. طب سيبك من البيتزا خالص، انا مثلا بقول ايو انكونترو ايو انكونترو محمد. طب ما انا بقابل محمد، طب ما انا ممكن اقول ان انا بقابله، صح ولا لا؟ بقابله دي بقى تمام كده، بدل ما اقول انا اقابل محمد ممكن اقول انا اقابله. الها دي هي دي اللي احنا بنقول عليها برونومي كومبلمنتو. طب تعالى نشوف الها هي شكلها بيبقى عامل ازاي في اللغه الايطاليه. الموضوع اسهل مما تتخيل. خلينا ننزل تحت كده ونعرف ايه حكايه اي برونومي كومبلمنتو او بالعربي ضمائر المفعول. بيقول ان هي بيبقى شكلها بالمنظر ده، ما عايده عليا انا، تا عايده عليك انت، لوي عايده عليه، لي عايده عليها، نوي عايده علينا، فوي عايده عليكم، لورو عايده عليهم او عليهن، هم وهن يعني، تمام كده. طب انا مش فاهم برضو يا انجيلا، ممكن تفهميني؟ طبعا اكيد طبعا هفهمك. بص يا باشا ركز معايا، انا دلوقتي اديتك مثال بير اكزامبيو فادو ماريكون انجيلا، انا رايحه صيف مع انجيلا، ممكن اقول بدل فادو ماريكون انجيلا اللي هو انا رايح المصيف مع انجيلا. انا بدل ما اقول كده ممكن اقول انا رايح المصيف، وبدل ما اقول مع انجيلا ممكن اقول معاها. طب معاها دي اللي هي انجيلا، اللي هي لاي، اللي بيجي مع لاي، قلت لك اللي بيجي مع لاي اسمه لاي، اللي هو اسمه برونومي كومبلمنتو اللي هو ضمير مفعول عادي جدا، مفعول به عادي جدا. فبدل ما اقول فادو الماريكون انجيلا بقول فادو الماريكون لاي، فادو
al mare con lei. انا رايح اصيف معاها. طب بص كده، اوضعت la penna tua sorella، انا اديت القلم لاختك. طب انا ممكن اقول انا اديت القلم ليها، بدل ما اقول لاختك بقول اديت القلم ليها. وضعت la penna علي اللي هو عايد عليها هي دي كده. بصوا عشان بس اوضح الدنيا، io tu lui lei بيبقوا نفس الشكل، وناي voi loro دول بقول عليهم ضمير اللي هو برونومي بيرسونالي اللي هو ضمير الشخصية، ودول ضمير المفعول. تمام كده؟ فهنا كده اوداتو لابينا توا سوريلا، انا اديت القلم لاختك، فاكيد توا سوريلا دي اللي هو هي، يعني اوداتو لابينا لاي انا اديتها القلم. طب مش فاهم دي، تعالى نشوف المثال الاخير. اكومبانيو سامبر تا اتوا زيا، انا دايما باخدك معايا وباخد عمتك معايا او خالتك. فممكن اللي هو انا باخدكم انتوا الاثنين معايا، فممكن اقول اكومبانيو سامبر فوي، انا باخدكم انتوا الاثنين. اكومبانيو سامبر فوي اللي هو انا باخدكم انتوا الاثنين معايا. فعرفت دلوقتي وظيفه ضمير المفعول البرونومي كومبليمنت، البرونومي كومبليمنتو اللي هي ضمير المفعول ما تا لوي لاي ناي فاي لورا. طيب انا دلوقتي في نوتس مهمه، النوتس دي لازم ان احنا نعرفها. اول حاجه بيقول ان ضمير المفعول ده يعني دوبو الفيربو، ده بيجي بعد الفعل يا باشا، وهو احنا شفناها اهو كده اهو. بص كده اكومبانيو سامبر فوي اوداتو لا بينا لاي بعد الماري كونتي، يعني الفعل دايما بيبقى في الاول وده بيجي في الاخر. طيب حاجه تانية، ممكن يجي ده سولو وممكن يجي مع بريبوزيزيوني. اذا انا مش فاهم هقول لك، هو في افعال في اللغه الايطاليه بتاخد بريبوزيزيوني، ci sono dei verbi in italiano che vengono accompagnati con بريبوزيزيوني، في افعال بتصطحب معاها بتاخد معاها بريبوزيشنز او حروف جر. الحروف الجر دي بيبقى شكلها ايه؟ دي A, da, in, con, su, per, tra, fra. خليني اشوف مثال عشان حاسس ان انا مش فاهم. بص كده لما جيت قلت لك ايه، vado al mare con Angela، انا رايح مع، اهو ادي اول حرف جر، ساعتها قلت vado al mare con lei. شفت ده كده تقسمته في الايطالي برونومي كومبليمنتو اللي هو ضمير مفعول، وكون في الايطالي اسمه حرف جر. طب بص هنا كده، خليني امسح بالاستيكة علشان الدنيا تبقى واضحة. وضعت la penna tua sorella اهو الفعل اهو، وعندي a ده حرف جر، وساعتها انا قلت وضعت la penna tua sorella اللي هو وضعت la penna a lei اديت لها القلم. وضعت la penna a lei وضعت la penna a lei. هنا كده accompagno sempre te tua zia، ما فيش حرف جر، هو حرف الجر كان هنا وكان هنا. فهو الفكره بيقول لي البرونومي كومبليمنتو ده ممكن يجي في جمله، الجمله دي خليني بس امسح كده الاول، ممكن يجي في جملة، الجملة دي فيها حرف جر او الجملة دي ما فيهاش حرف جر. هو بس عايز يفهمني النقطة دي علشان انا وانس فهمت الجزئية دي خلاص انا هتعامل بقى. عرفت يعني ايه برونومي كومبليمنتو؟ حاجة شبه المفعول به كده بس بستعوض بضمير. بدل ما اقول انا باكل البيتزا بقول انا باكلها عادي، بدل ما بقول انا بشرب المية انا بقول انا بشربها. انا كده خلاص فهمت يعني ايه برونومي كومبليمنتو اللي هو المفعول به، فهمت يعني ايه. بس لازم انقل على ذا سكند ستيب، لازم انقل على الستيب اللي بعد كده. الستيب اللي بعد كده ان انا مش باخد البرونومي كومبليمنتو بسكت خالص، انا باخده وباخد معاه حاجات تانية اللي هو انا باخد انواعه يا باشا. اول نوع عندي بيقول ان انا في الايطالي مش بكتفي بس بالبرونومي كومبليمنتو، ده انا عندي منه انواع، برونومي كومبليمنتو ديريتو او البرونومي ديراتي او الضمائر المباشره. يعني ايه ضمائر مباشره؟ الضمائر المباشره انا شرحتها لك في فيديو منفصل هيظهر لك في التعليقات او الديسكريبشن بوكس، في كل الاحوال احاول احطه لك تمام كده علشان خاطر ده يعني يطول شرحه. بس هو الفكره كلها باختصار ان هو بيبقى موجود وفي جمله ما فيهاش حرف جر، يعني الفعل ما بيبقاش بياخد حرف جر. زي اكومبانيو سامبر تو accompagno sempre te e tua zia، انا هصطحبك انت دايما وخالتك او عمتك ايا كان الاثنين ماشي. فهنا كده انت شايف حرف جر، انا مش شايف حرف جر، فده كده بقول عليه
ضمير المفعول اللي هو اتوديه مفيش حرف جر، فبقول عليه برونومي ديرتي. طب ايه جواردو تي؟ انا شايفك فين او انا شايفاك ايا كان، انت شايف حرف جر؟ انا مش شايف حرف جر. حرف الجر ايه شكلها؟ ايه دي ا دا ان كون سوبر ترافرا الى خيلخ. هنا كده مش موجود الكلام ده، جواردو تي اللي هو انا شايفك، فده بقول عليه برونومي ديرتي يعني مباشره دغري، ما بتحبش اللف ولا الدوران، مفيش حرف جر في الموضوع نهائيا. ايه جواردو تي؟ اكونباني سامبري تي اتوديا. طب انا عايزه افهمه، قلت لك باختصار كده ايه جواردو تي؟ اللي هو انا ارى انت، تمام كده، بشيل انت وبحط انا اراك. اراك الكاف دي بقى شكلها بيبقى عامل ازاي؟ الكاف دي بيبقى شكلها كده تي، بس بتتنقل قبل الفعل ويبقى شكلها تي جواردو. انصحك تشوف الفيديو اللي انا شرحت فيه الضمائر المباشره علشان مهمه جدا جدا، مش عايز اشرحه تاني لان انا شرحتها في فيديو منفصل، هحطه لك في الديسكربشن او في الوصف. طيب الضمائر المباشره باختصار شديد مي تي لو الابوستروف لا الابوستروف تشي في لي لا. لو شفت الفيديو اللي انا حطيته لك هتبقى فاهم انا بتكلم عن ايه. تعالى بقى علشان خاطر اتكلم في نقطه لاكونكوردانس او التبعيه، لان دي انا ما ذكرتهاش في الفيديو فلازم اذكرها. ماريا تيو تشيركاتو. ماريا انا كنت بدور عليكي. يقول لي ثانيه واحده، هو المفروض ان الجمله اصلها بالمنظر ده، ماريا او تشيركاتو تي. انا يا ماريا كنت بدور عليكي، او انا كنت بدور عليكي وتشيركاتو تي انتي. قمت شايل تي اللي هو انا بدور على انتي، وقمت قلت انا بدور عليكي، فعليكي دي اسمها تي اهي هنا كده. اللي شاف الفيديو هيبقى فاهمني، انا هحط لك الفيديو في التعليقات ما تنساوش، وحط لايك بالله عليك، حط لايك هنا كده تي، وبروح حاططها قبل الفعل فتبقى ماريا تيو تشيركاتو. عرفتوا بقى الجمله دي كانت ازاي؟ طيب يقول لك بقى ايه، في حاجه اسمها كونكوردانس. الموضوع ده مش عاجبني، في حاجه اسمها تبعيه. بمعنى هي وانا دلوقتي لما انا بقول لها يا ماريا، انا كنت بقول لك مش ماريا دي بنت، مؤنث مفرد فالبارتيشيبيو باساتو او التصريف الثالث من فعل تشيركاري بيتحول لمؤنث فتبقى تيو تشيركاتا. انا مش فاهم اي حاجه منك لله يا انجلا. هقول لك لا 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 لا، تعالى كده تعالى كده نفهم الموضوع ده مع بعض، خلينا نشوف القاعده بتقول ايه عشان نفهم الموضوع ده مع بعض. Quando si usano i pronomi diretti con un verbo in un tempo composto, come il passato prossimo o il futuro anteriore, il participio passato del verbo deve concordare in genere e numero con il pronome. أنا مش فاهم أي حاجة برضو. تاني تاني يا زكي، بص يا باشا، بيقولي بالبلدي كده لما بيبقى فيه ال pronomi diretti دي اللي هي الضمائر عموما، الضمائر المباشره لما بتبقى موجوده في زمن او جمله، الجمله دي ماضي او مستقبل، اللي بيحصل بقى بيحصل حاجه اسمها التبعيه. تعالى فهمها لك من المثال اللي تحت ده. بص كده، hanno fatto una grande festa ma non ci hanno invitati. هي الجمله دي اصلها ايه؟ الجمله دي بتقول لك ده هم عملوا حفله كبيره بس هم ما عزموناش. هي الجمله دي اللي تحت اللي هي دي هنا كده اصلها non ci hanno invitato بالشكل ده، لان هنا اللي هم ما عزموناش، ده دي جمله تركيبتها في الماضي، non ci hanno invitato يعني ما عزموناش، تمام كده. بس انا دلوقتي ضمير المفعول ده احنا، صح، اللي هي تشي يعني دي جمع، فقال لي الجمع اللي هو احنا المفروض ان يبقى فيه تبعيه ما بين الضمير المباشر وما بين البارتيشيبيو باساتو اللي هو الفعل في التصريف الثالث في الماضي، فبدل انفيتاتو بتبقى انفيتاتي بالشكل ده كده. انا مش فاهم برضه. طب تعالى نفهم في مثال تاني. كل سكارپه رانو مولتو بيلله اي لي هو كومبراته. الجزم دي كانت حلوه قوي وانا اشتريتها. لي او كومبراته دي اصلها ايه؟ اصلها او كومبراتو لي سكارپه، انا اشتريت الجزم، عايز اقول انا اشتريتهم اشتريتهم، تمام. فدي سكارب دي بشيلها وبعوض عنها بايه؟ السكارب دي اللي هي لورو، بس للايه؟ للسكارب دي اللي هي جمع مؤنث، فبستعيد عنها او بعوض عنها بلا.
فبحط لا ودي بتتنقل قبل الفعل، فبتبقى non li ho comprato. لا لازم يبقى في تبعيه، فبتبقى li ho comprate عشان يا جماعه مؤنث مش فاهم الطبيعيه. لازم اشوف مثل تاني. تشاو ليزا تي ho cercata ieri ma non ti ho trovata. ازيك يا ليزا، بدل تي ho cercato بقيت تي ho cercata، علشان خاطر تي مؤنث فلازم ان انا اقنس البارتيسيبيو باساتو واحط له او. ما non ti ho trovata، ما لقيتكيش، وهكذا اهو. cerchi libri li ho messi sullo scaffale، بتدور على الكتب، ده انا حطيتهم لي ho messi، حطيتهم المفروض ان هي لي ho messo، هو بيبقى شكله كده ho messo كده بالمنظر ده، بس يقول لك لا بص يا باشا ده لازم يبقى فيه تبعيه، مش الليبري دي اللي هي جمع مذكر اللي هي لي اهي كده، لي اهي، لا يا باشا ما دام اللي هي تبقى لي بالمنظر ده هتبقى هنا فيه تبعيه، فهتبقى لي ho messi كده تمام. هي دي التبعيه اللي بتبقى موجوده في برونومي ديريتي او الضمائر المباشره. بس يقول لك خلي بالك اتنسيوني، ليه بقى؟ علشان احنا في اللغه العاميه ما بنمشيش بالقواعد قوي، ما بنلتزمش قوي. فيقول لك من اللينجوا بارلاتا، عند الراجل اللي عمال يتكلم ده كده اهو، بيقول لك من اللينجوا بارلاتا بابا بابا، اللي بيحصل ان احنا كشعب ايطالي، اللي هم يعني كشعب ايطالي ما بيلتزموش بالقواعد دي قوي. هي بتطبق عادي اصلا، زي ما عندنا في مصر ما بنلتزمش، ما بنرفعش المبتدا وننصب المفعول به، بنتكلم عادي مش بننوم في كله يعني، فهم نفس الطريقه. بيقول لك من الايطاليانو بارلاتو spesso non si fa la concordanza del participio passato con i pronomi di prima seconda personale singolare plurale. يعني بيقول لي ان الضمائر بتاعه المفعول اللي هي مي اللي عايده عليا، تي اللي عايده عليك، تشي اللي عايده علينا، في اللي عايده عليكم، مش بنلتزم بالقواعد قوي. يعني هنا كده في المثل بتاع لويزا تيو تشيركاتو، انا هنا رحت قايله لك ليزا تيو تشيركاتا، القاعدة بتقول كده ان انا لازم اعمل تبعية هنا، تمام كده اهو، تبعية علشان ليزا دي بنوتة فبقول تي وحطت لها عشان هي بنوتة. فبيقول لو انت في اللغة الايطالية اللي هي اللينجوا بارلاتا، اللغة اللي بيتكلموا بيها في الشارع يعني، مش بيئة ولا حاجة، لا بيتكلموا بيها اللغة الدارجة، ما بيلتزموش بقاعدة التبعية في التي، بيقولك تيو تشيركاتا عادي. فانت ممكن تقول تيو تشيركاتا صح، وممكن تقول تيو تشيركاتو صح. على فكره اللغه الايطاليه اجدع واحده تديك القاعده واجدع واحده تهري لك فيها عادي، ما تلتزمش يعني. تشيانو انفياتو، معلش، تشيانو انفيتاتو اللي هم عزمونا، ممكن اقول تشيانو انفيتاتي او انفيتاتي، مش المفروض تبقى كده اهي، نون تشيانو انفيتاتي، ما عزموناش، حطيت التبعيه هنا وحطيت التبعيه هنا. لا قال لي بقى ان الضمائر اللي هي مي تي تشي في اللي هي هي تشي اهي، مش بيلتزموا في اللغه الدارجه في الشارع بيها، فهو اداك القاعده هنا وقام كسرها هنا. فانت عشان ما تتلخبطش يعني، عشان ما تتلخبطش ركز بس ان الضمائر المباشره مي وتي وتشي وفي احيانا لا يتم الالتزام بالقاعده. فلو انت التزمت بالقاعده خير وبركه. وفي الجراماتيك عموما يعني، انا بقول ايه على سنه الف ولام، في الجراماتيك عموما انت يعني خليك فيه سليم والتزم بالقاعده عشان ما تنقصش في امتحانك او في تقييمك اللغوي يعني، بس وما يضرش ان انت تبقى عارف فرض لغه الشارع بيقولوا فيها ايه. بص يا باشا، قبل ما اشرح لك البرونومي ديريتي والجو ده كله، ماركو بورتا دي فيوري يا سوا ماما، ماركو بيجيب ورد لمامته، تمام كده، اللي هو ماركو يحضر الزهور الى والدته. فرحت انا شايلة الى والدته وبعوضها في العربي اليها، بيجيب لها هي الزهور. ف السوا ماما دي بشيلها اللي هي مامته، اللي هي عليه يعني، اللي هي مامته، واقوم معوض عنها يا باشا اللي هي علي، فتبقى ماركو بورتا دي فيوري علي. صح كده، بدل السوا ماما او
شلت أسوأ ماما وحطيت علي اللي هو ليها، بدل ماركو بيجيب الزهور لمامته ماركو بيجيب لها الزهور. تمام؟ أم قايل لي واحد إيطالي بصي كده سياق الجملة دي مش عاجبني، حاسس ان تشيكولكوزا من كانت في سنس كده ناقص، الموضوع ده مش عاجبني، انا مش عاجبني علي ويا شكلها عم مش مريحني، مش الطف حاجه، برضو الشكل بتاع علي ده كده مش الطف حاجه، ده كده مش عاجبني خالص. فاحنا هنخترع حاجه اسمها برونومي انديركتي، هنخترع حاجه اسمها ضمائر مباشره. احنا كعلماء بقى للجرامر بقى الطلاينر بيتكلموا بقى يقول لك احنا هنخترع حاجه اسمها برونومي انديركتي، ضمائر مفعول مش مباشره، وهنربطها باي فعل موجود بيرتبط بيه بريبوزيتسيوني ا او حرف الجر ا، فاصبحت الجمله اللي هعلمها لك باللون الاحمر دي تقع ضمن برونومي انديريكتي، ضمائر المفعول الغير مباشره. اصبح ان اي فعل بيجي وراه وانا عايزه احطه في جمله مفيده بدي لحد بدي حاجه لحد مش عارف ايه بجيب بحط مش عارف ايه، زي الامثله اللي احنا نشوفها دي كلها بتندرج تحت الضمائر الغير مباشره، ضمير مفعول به الغير مباشره، وشكلها بيبقى عامل كده. عايزه اقول لك ان هي بتبقى شكلها شبه المباشره على فكره بالظبط مع تغير بعض الحاجات، يعني مع لي يعني مع علوي بدل ما تبقى لو في المباشر بتبقى لي في الغير مباشر، علي بدل ما تبقى لا في المباشر بتبقى لي في الغير مباشر، والورو بدل ما تبقى لي ولا في المباشر بيبقى شكلها لي في الغير مباشر. مش فاهم حاجة؟ مش هتفهم الا بالامثلة، تعالى نضرب امثلة على طول. تليفون افوي دوبو اللي هو انا هتصل بيكو بعدين، تليفون افوي دوبو انا بقول في تليفون دوبو اللي هو انا بحول افوي ده بحوله اللي هو تبقى افوي يعني اهو افوي بحوله لفي فتبقى في تليفون دوبو. طب بص هنا كده بدل نقول بورتا ليبرو مي هاتلي الكتاب امي بتتقلب لمي شبه برونومي ديراتي على فكرة في مي وتي والكلام ده، فتبقى المفروض هنا مي بورتا الليبرو. يجي يقول لك في الايطالي لا لو امر انا بخلي مي دي بعدها، فبدل ما تبقى مي بورتا الليبرو لا تبقى بورتا من الليبرو على طول، في الافتكاسات ما عندهمش يوم مرحمين يعني، فهو في الامر لازم تبقى الضمير بعد الفعل على طول فتبقى بورتا من الليبرو. اديني الكتاب ده هات. طب بصي كده سكريفي علي بدل ما اقول اكتبي او اكتب لها فسكريفي لا سكريفي لا على طول جه برضه في الامر بعد الفعل، علي بيعود عليها لا بشيلها بحط لا سكريفي لا وهكذا. طب بصي كده معايا داي علوي السوو كوادرنو ده برضو امر، بتعرفوا ان هو فيه هنا بونتو سكلاماتيفو اللي هو علامة التعجب ده كده انا بديك امر، داي علوي السوو كوادرنو. طب هنا كده داي علوي دي بشيلها وبحط مع لوي، داي علوي عموما هنا كده اهو علوي بحط لي، فالمفروض ان هو لو انا يعني همشي تاتا تاتا داي علوي بشيل علوي بحط لي، المفروض هي بقى تبقى لي، لا في الامر انا بنقل لي بعد الفعل على طول دالي دالي سو كوادرنو وهكذا. طب تعالى نشوف شويه نوتس جميله كده تخص برونومي انديراتي. بيقول لي مع كوني فيربي بوتيري دوفيري فوليري اهي الافعال الخادمه فيرب مودالي زي ما بنقول عليهم، البرونومي انديراتو سي اتاكا الفيرب الانفينيتو الضمير بيلزق في الفعل اللي في المصدر، oppure si colloca davanti al volere potere dovere. انا مش فاهم حاجه يا عم، يا عم افهمك بالامثله. بص كده المفروض ان انا عايزه اقول لك نونتي فوليو بارلاري انا مش عايزه اتكلم معاك، نونتي فوليو بارلاري، او ممكن اقول نون فوليو بارلاري تي. بص خليك بص اسم الاول هنا كده عشان ما نتلخبطش،
بصي كده non voglio parlare a te، انا مش عايز اتكلم اكلمك يعني اتكلم معك. parlare هنا بتاخد preposizione حرف الجر a، parlare a te مش عايز اتكلم معك، non voglio parlare a te. اوكي او اليك يعني اتحدث اليك. فالمفروض ان اتي بتتنقل لتي وبنحطها قبل الفعل non ti voglio parlare اهي non ti voglio parlare. قال لي بقى ان مع الافعال الخادمه او الفيرب مضارع زي volere potere dovere الى اخره بياخد المنظر ده كده وام رميه بعد الفعل في المصدر. انا عارفه ان هي ممكن تلخبط شويه non voglio parlarti بالمنظر ده، بس انت كل براتيكا الموضوع هيبقى بالنسبه لك اسهل بكتير مما تتخيل. طب بصي كده هنا نشوف على مثل تاني من الامثله اللي فيها الافعال الفيرب المضارع. posso chiedere un favore a voi، ممكن اطلب منكم خدمه. posso chiedere un favore a voi، فالمفروض ان انا كده هنا a voi دي باخدها a voi اهي اهي موجوده في الجدول اهي وبروح حاطط في اها. ننزل كده تاني ف دي هستبدلها وحط مكانها في، بشيل a voi وبحط في تمام كده واقوم رميها قبل الفعل زي ما احنا ما متعودين اهو كده، فتبقى في بوسو كيادري ان فافوري. فيجي يقول لك بص يا عم ده من الفيرب مضارع اللي هو بوتيري دوفيري فوليري، كل الافعال دي معروف انه بيجي وراها مصدر، فبدل ما تحط الفي في الاول كده ارميها ورا المصدر على طول. بوسو كيادري ان فافوري ولخص وخلص معايا على طول مش هنضيع وقت. طب بص هنا كده المثال ده ديفو devo fare un regalo a lei، انا عايزه اهديها بحاجه فبشيل على لي وبحط لي تمام كده، ومفروض ان هي في العاده يعني بتبقى قبل الفعل اهو بتنزل قبل الفعل هنا كده لي devo fare un regalo. يقول لك لا بص الفيرب المضارع اول دو فيرب بوتري والكلام ده بيبقى معروف ان هو بيجي وراه مصدر، فخد ده وارميه ورا المصدر على طول devo fare un regalo، وهكذا. قيس بقى على كده يا باشا. طب بصي كده على النوتة التانية بيقول لي كن، خليني اعملك النوتة التانية بالاصفر، كن لي كوستروزيوني كن لي كوستروزيوني فار انفينيتو، يعني لما يجي فار بعد كده انفينيتو i pronomi indiretti procedono il verbo fare. لا 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 انا مش فاهم يا انجلا، تعالى فهمك. per esempio المفروض ان انت دلوقتي عندك مثال بيقول لك ايه، في المثال بيقول لك فاتشو بورتاري ان كافا مي، انا عايز اجيب لي نفسي قهوه فاتشو بورتاري ان كافا مي، فيقول لك ايه عمي دي بتتشال وبحط مكانها مي وبتتنقل قبل فاتشو، فبتبقى مي فاتشو بورتاري ان كافا بالمنظر ده. طب بص على المثل ده فاي جويداري لا تو ماكينا نوي، فاي جويداري لا تو ماكينا نوي، بشيل النوي بالمنظر ده كده وبحط مكانها تشي، تشي فاي جويداري لا تو ماكينا، ممكن تخليني نسوق عربيتك وهكذا. طب بصي كده هنا بيقول لي نوتة تانية سبيسو سبيسو سيوزانو كون الفيربو انداري السينيفيكاتو افيري فوليا دي. بص بقى عشان الحتة دي شيك قوي 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 قوي، عمرك شفت في الايطالي واحد ايطالي بيقول لك المثل ده يروح يقول لك ايه تي فا اون كافي، ولما اجي اترجمها لك كمترجم بترجمها لك بالشكل ده واروح اقول لك تي فا اون كافي يعني عايز قهوه، عندك رغبه ان انا اجيب لك قهوه عايز قهوه، فتي فا اون كافي اللي هو اي فوليا دي اون كافي، تقول لك الجمله كانت بالمنظر ده. عموما اي فوليا دي اون كافي كان بالمنظر ده لو انت عندك رغبه ان انت تاخد قهوه، فانت تو اي فوليا دي اون كافي بيقوموا شايلين تو اي دي تمام كده ويقوموا حاطين لك ايه ودي اون كافي ويقوموا حاطين بس تي تي فان كافي، ويصرفوا طبعا الفيربو اللي هو فيربو اندار اللي هو جاي مع فا متصرف على اون كافي فيبقى تي فان كافي. طب بصي كده دي لي نون ديزيديرا اوشيري، هي مش عايزه تخرج، هي مش عايزه تخرج. ام بقى جايبها ازاي نون لي فا دي اوشيري،
non le va di uscire, shall desidera خالص اللي هو معناه يرغب, و am مصرف الفعل andare, تمام كده, مع lei بقى va و am حطيتها هنا. non le va, non le va, طبعا ليه ده عايد عليها هي البنوتة lei, non le va di uscire, هي مش عايزة تخرج. فهو بصي البوينت دي مش ضروري قوي, بس انا قايلها لك عموما علشان ايه تشوف السنس الجميل لما حد يقول لك تي فا اللي هو انت عايز تي فا, فقول تقول له سي مي فا نون نون مي فا, فيقول لك ان هو بيستخدمه فعل انداري علشان يوحي انداري يعني يذهب, بس هنا بيبقى معناه انا عايز. بس هي البوينت دي كانت بس مهم ان انا اذكرها, وعموما ما بيبقاش فيه تبعيه في البرونومي انديراتي, ما بيبقاش فيها تبعيه زي البرونومي ديراتي, يعني لا كونكوردانسا ما بتبقاش موجوده. عايزاك تقرا معايا كده, بيقول لي ايه قومي يا بيامو فيستو نيلي زامبي, زي ما شفنا في الاكزامبلز اللي احنا هنشوفها دلوقتي اصلا, كون اي برونومي انديراتي il participio passato dei tempi composti non deve concordare, يعني انا ما بركزش خالص في التبعيه وما بحطهاش. يعني حتى هنا بيقول لك li hanno regalato مش regalate, li abbiamo già telefonato non ci hanno detto niente مش detti, vi ho mandato una cartolina da Budapest مش vi ho mandati, ما بنحطش التبعيه مع اي برونومي انديراتي زي ما احنا شايفين. بس هو يعتبر الدرس كده, هحط لك في الديسكربشن بوكس اسئله, يعني موقع عليه اسئله بيعلم لك الاسئله بتاعتك في ساعتها عشان تعرف وتستفاد وكده. واتمنى ان هو الشرح يكون عجبك, يا رب بس ما تنسانيش بلايك لان انا بتعب جدا جدا في المحتوى ده, واتمنى من كل قلبي يوصل لكل حد محتاج ان هو ياخد كورس في الجرامر وما عندوش المقدره ان هو ياخده. ربنا سبحانه وتعالى هيجازيني وهيجازيك انت كمان, لان الدال على الخير كفاعله. ما تنساش اللايك, ها لايك. جماعة النهاردة هنتكلم على الانديكاتيفو باساتو بروسيمو, عشان كده تلاقيني حاطة لك في يومك نباتات برية مظبطة لك الدنيا, ما هو اصل اهم من الشغل تظبيط الشغل, فما تستخسرش فيها اللايك بقى. ويلا بينا نبدأ. اوجي بارليامو دالانديكاتيفو باساتو بروسيمو, هنتكلم النهاردة عن الماضي في الايطالي. ما كوكوزا هو اصلا يعني ايه؟ perché non posso diciamo imparare una cosa del genere senza sapere che significa in italiano, ما اقدرش ادرس حاجه زي كده وانا مش عارف هو يعني ايه اصلا. بيقول لك يا باشا ان الباساتو بروسيمو اللي انت شايفه ده بيشير لحدث في الماضي, حاجه حصلت زمان وانتهت. انا اكلت بيتزا, انا زرت عمي, انا رحت المدرسه, انا جيت من الجامعه. in questo caso devo utilizzare الانديكاتيفو باساتو بروسيمو, في الحالة دي يا باشا انا بستخدم الماضي البسيط. طيب هو الماضي البسيط ده بيتكون من ايه؟ ازاي اقدر اعمله؟ قال لي ان هو سهل جدا, هو كمان من اكتر الازمنة المستخدمة في اللغة الايطالية. الباساتو بروسيمو è uno dei tempi del passato più usati in italiano insieme all'imperfetto, مش هو بس ده في زمن كمان اسمه imperfetto. سيبك من الامبرفيتو خالص, احنا هنتكلم النهارده عن الباساتو بروسيمو. طب انا اقدر اعمله ازاي؟ قال لي ان دي قاعده سهله جدا. اول حاجه بعملها ان انا بحفظ تصريف الفعل افيري. فاكرين لما انا جيت قلت لكم اهم فعلين في اللغه الايطاليه, لا كولونا ديلا لينجوا ايطاليانا, عمود اللغه الايطاليه, هو الفعل اسره والفعل افيري. فعل الكينونة أسرة يكون, وفعل أبير اللي هو يمتلك. ومش بس بستخدمهم في ان انا عشان اعبر عن انا اكون الاء يوسف انجلا, انا اكون انجلا يوسف, لا انا اكون الاء اورين تانيا مثلا عندي 20 سنة, لا ده انا بستخدمهم كمان في الماضي وهنعرف ازاي. قال لي ان القاعدة كالاتي, بجيب الفعل أبير او الفعل أسرة حاجة منهم زائد حاجة اسمها البارتيشيبيو باساتو ديل فيربو. ايه الكلام المجعلص ده؟ مش مجعلص خالص, حط لايك وانا اقول لك ايه ده. البارتيشيبيو باساتو ده هو الفعل زي ما بنقول كده في التصريف الثالث, حاجه كده فورما احنا بنعملها سوا, وهقول لك نعملها ازاي. بس هي دي القاعده, فعل اسرع او افيري زائد البارتيشيبيو باساتو. انجلا انا مش فاهم حاجه, طبيعي هو انا لسه شرحت. بص يا باشا, اول حاجه هبدا بيها علشان تعرف ماضي صح, تعرف تصرف صح, لازم تدرس فعل افيري وفعل اسر وتحفظ التصريفات بتاعتهم زي عينيك. تعالى راجع لك عليهم. بص يا باشا, فعل افيري يعني يمتلك, يو او
أنا أمتلك، تو أي أنت تمتلك، روي أو لاي أ هو أو هي تمتلك أو يمتلك، مويا بيعمو إحنا نمتلك، فويا باتا أنتو تمتلكوا، لورانو هم أو هن بيمتلكنا أو يمتلكون. ده بالنسبة للعبارب. السرب أنت المفروض تبقى حافظ الكلام ده، أنا بريالك عليه بس. يا صانو أنا أكون، تو ساي أنت تكون، روي أو لاي أ، نوي سيامو، فوي سياتا و فوي سياتا و لورا صانو. خلاص أنا حفظت التصريفات بتاعت أبارة وأسرة، فاتو دان خلاص عملتها. تعالى بقى علشان نعمل حاجة اسمها البارتيتشيبيو باساتو. ايه ده؟ هو ايه البارتيتشيبيو باساتو ده؟ ده حاجة سهلة قوي 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 قوي. انت يا باشا بتجيب الفعل في المجموعة الاولى اللي اخره اري، او اري في المجموعة التانية، او ايري في المجموعة التالتة، وبتشيل النهايات دي وتحط مكانهم حاجة تانية. بمعنى فعل انداري يعني يذهب، انا عايز اجيب البارتيتشيبيو باساتو بتاع فعل انداري. انا شلت اري زي ما انجلا ما قالت، بجيبها كده واستغنى عنها خالص وازول النهايه دي تبقى انداتو. ده كده البارتيتشيبيو باساتو في الماضي بتاع فعل انداري. طب تعالى كده لافوراري، بشيل اري واحط اتو فتبقى لافوراتو. طب تعالى كده منجاري، بشيل اري واحط اتو تبقى منجاتو. خلاص انا كده عملت البارتيتشيبيو باساتو ولا اسهل. طب تعالى هنا كده للفعل اري في المجموعه الثانيه، زي دوفير شلت اري وحطيت اوتو دوفوتو. بوتير يستطيع شلت اير وحطيت اوتو بقت بوتوتا. شلت اير فيندر وحطيت اوتا بقت فيندوتا. بس كده انا عملت البارتيتشيبيو باساتو. طب هنا كده ايره زي كابيره، شلت ايره وحطيت ايتو بقت كابيتو. وتلاقي هنا الطلاين يقول لك كابيتو، عمرك سمعتها ماي سنتيتو كوستا ديتشامو فرازي على كابيتو؟ عمرك سمعت الجملة دي؟ انت فهمت؟ على كابيتو كوستا دواندا على كابيتو. وحين يقولك كابيتو بس وانت ترد تقول له سي كابيتو، يعني ايه؟ على كابيتو يعني انت فهمت؟ فهو رد يقولك سي كابيتو، ايوة انا فهمت. فخلي بالك دي بتستخدم كتير جدا، يعني كوستو غاربا مولتوزاتو ايطاليانو، الفعل ده مستخدم بشكل فظيع في الايطالي. في ميرا بشيل ايرا وحط ايتو تبقى فينيتو. بارتيرا شيل ايرا وحط ايتو تبقى بارتيتو. بس كده بس. طب يا انجيلا انا كده حاسس ان كل حاجه سليمه بس لوحدها. معك حق فعلا، انا هنا حافظ خلاص افير تصرفاته، حافظ اسر تصرفاته، وعرفت اعمل البارتيتشيبيو باساتو. قولي لو سمحتي اعمل جمله من الماضي ازاي؟ ازاي ستومي اسبتي بيرونارتي موكابيراي؟ لو بس تستناني لحظه هتفهم. يلا بينا نكون جمله. انا عايز اقول انا اكلت، انا اكلت مثلا بيتزا اهي، انا اكلت بيتزا. طيب مبدئيا كده انجيلا قالت ايه؟ قالت ان القاعده بتقول اباري او اسر زائد الفيربو. بص يا باشا، هو يعني ايه ياكل؟ ياكل يعني منجاري. فعل منجاري ده اهو كده، ده بيجي دايما دايما مع فعل اباري، بنستخدم او نختار معاه اباري مش بنختار اسر، لان في افعال بتاخد اباري وافعال بتاخد اسر، دي هكلمك عنها قدام شويه. هنا كده منجاري ده بياخد اباري، فتعالى كده صرفه او اللي هو ايه او يعني انا اكون سوري انا مش اكون خالص فاكس اي او اللي هو الفعل افير صرفته مع انا، ومنجاري اخرها اري اهي بشيلها واحط اتو بتبقى كده منجاتو بالشكل ده كده. طب منجاتو اهو اي او منجاتو انا اكلت. طب منجاتو ايه بقى؟ انا اكلت ايه؟ والله بيتزا. او منجاتو ونا بيتزا، ده انا اكلت بيتزا. ايوه منجاتو ونا بيتزا، فبالشكل ده معناها انا اكلت بيتزا. فهي الجمله بتتكون كده في الماضي. طب تعالى نبص بصه كده، نبص بصه على ايه؟ هقول لك انا دلوقتي البارتيتشيبيو باساتو مش دايما بيبقى سهل كده، اللغه الايطاليه لازم تلاقي فيها حاجه شاذه، دوفريبا سيرجي لازم. فعلشان خاطر البارتيتشيبيو باساتو مش دايما سهل اللي انا اكونه، اللي هو اري بشيلها واحط اتو، اري بشيلها واحط اوتو، ايري بشيلها واحط ايتو، لا في اشكال تانية لازم اعرفك عليها قبل ما اديك امثله عن الماضي عشان ابقى مشرباك الدرس كده. بص يا باشا، بيقول لي هنا في بارتيتشيبيو باساتو انا مش بعمله، انا بحفظه، هو شاذ، هو كده مش ده اخره اتشاندر، المفروض ان هو تبع القاعده، بشيل الاير اهي تبع القاعده واحط اوتو، اروح قايل اتشندوتو؟ لا يا باشا، انا بحفظها، احفظ البارتيتشيبيو باساتو هو شاذ فبحفظه. الدرس ده فيه حفظ كتير خلي بالك، بس كل براتيكا اندرا توتو بينيسيما، اقول لك يبقى بيانو باسامي فالونتانو، واحده واحده الدنيا هتبقى زي الفل. بص يا باشا، فعل اتشندر البارتيتشيبيو باساتو بتاعه اتشيزو، فعل ابريرا البارتيتشيبيو باساتو بتاعه ابيرتو، بيره بيفوتو، كيادر كيستو، كيودر كيوزو، ديتشيدر ديتشيزو، ديره دتو، essere بص 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 stato،
fare, fatto. طب تحفظهم. leggere, letto. mettere, messo. perdere, عندي. perduto, عندي. perso. بس انا دايما بشوفهم بيستخدموا دي في اللغة الدرجة اكتر. prendere, preso. rendere, reso. rimanere, rimasto. rispondere, risposto. rompere, rotto. scendere, sceso. scrivere, scritto. spendere, speso. spegnere, spento. succedere, successo. togliere, tolto. vedere, visto. veduto دي انا مش بسمعها بصراحة، انا بشوف دي اكتر. venire, venuto. vincere, vinto. vivere, vissuto. طيب ده كده جزء من الparticipio passato بتاع الافعال دي. طب تعالوا اقول لك على معانيهم سريعا. هنا accendere، تمام كده، علشان خاطر بيقول لك مثلا نور لي النور. mi puoi accendere la luce per favore. aprire، بيفتح. bere، بيشرب. chiedere، يسأل. chiudere، يغلق. decidere، يقرر. dire، يقول. essere، يكون. fare، يفعل. leggere، يقرأ. mettere، يضع. perdere، اللي هو بيخسر. prendere، يأخذ. rendere. rimanere، يبقى. rispondere، بيرد، يجاوب. يعني rompere، بيكسر. scendere، يعني بينزل. scrivere، يكتب. spendere، يقضي. spegnere، بيقفل. mi puoi spegnere la luce، ممكن تقفل لي النور. succedere، يحدث. togliere، بيقطع. vedere، يرى. venire، يأتي. vincere، يفوز. vivere، يعني يعيش. ما علينا، انا مش هركز معاك على المعاني بتاعتهم، لان انا اهم حاجه ان انت تحفظ الباتيتشيبي باساتو. عايز اقول لك على حاجه، هو مش صعب صدقني، والله مش صعب. هو الفكره ان انت تكون الباساتو ديل تيمبو توتو سارا ميموريزاتو اوتوماتيكامنت. انت اصلا انت من كتر الممارسه ومن كتر ما بتسمع الحاجات دي هتتحفظ اصلا من غير ما تبذل فيها مجهود. فما تقلقش، الحاجات دي بتتحفظ عن طريق توظيفها في كلمات او جمل. انا اسفه. طيب هنا كده عايز اقول لك ان فعل ترادور بيبقى ترادوتو، برودور بيبقى برودوتو، تمام. طيب عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا كنا متفقين فوق في درس الماضي ان في افعال بتيجي مع افاره وافعال تانية بتيجي مع اسره. في افعال بتيجي مع افاره وافعال تانية بتيجي مع اسره. طب ايه الافعال اللي بتختار افاره والافعال اللي بتختار اسره؟ انا الدكتور بتاعتي في الجامعه عشان تسهلها علينا قالت لنا معظم الافعال بتيجي مع افاره، اللي بتيجي مع اسر بتبقى اقل شويه. فانت احفظ اللي بتيجي مع اسر والباقي في الغالب بيبقى مع افاره. فتعالى كده اعرفك الافعال اللي بتيجي مع اسر، يلا بينا. اللي لما بشوفها بختار فيربو اسر. تعالى هنا كده، فعل انداره يعني يذهب، بتبقى انداتو، وساعتها انا بقول سون انداتو للولد، سون انداتا للبنت. خلي بالك عشان بيبقى فيه تبعيه. يعني مثلا انا لو هجيب فعل انداري ده كده واصرفه قدامك، io sono andata، انا بنوتة، فاقول sono andata. خلي بالك انا ممكن اقول هنا io بس، بيحذفوها في الغالب زي العربي، بدل ما اقول انا رحت انا بقول رحت بس، وبتتفهم ان رحت دي الفعل رحت ده في العربي المصري متصرف معايا انا مع ضمير انا، فانا مش محتاجه ان انا اقول انا رحت، بقول رحت بس. فهو نفس القصه في الايطالي، sono andata يعني انا رحت. طب لو انا ولد، لو انا ولد بتبقى sono andato. طب لو احنا بقى ايه جماعه، فبتبقى وش كده صورة، بتبقى سيامو، احنا سيامو انداتي. طب لو احنا بنات، جماعة بنات، هتبقى سيامو انداتي. طب لو مثلا هي راحت، ساعتها بشيل سونو بصرفها مع لي ايه انداتا، فهمني. فهو انا دلوقتي بضيف للبارتيتشيبيو باساتو ده ا او 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 اي او ايه على حسب الضمير، لو جمع بتبقى ايه او ايه على حسب المؤنث، جمع مؤنث ولا جمع مذكر. انتوا فاهمين القصه دي لو انتوا مذاكرين درس المفرد والجمع. طيب لو مؤنثه بنوته بتبقى يعني نهايه البارتيسيبي باساتو. طب لو هو مثلا مذكر بيبقى او، وهكذا. تعالى بقى نشوف الموضوع ده هنا، دي افعال بتاخد اوزيلياري اسر، تعالى نتكلم عليها. فعل انداري بيجي مع اسره، سونو انداتو انا ذهبت، بس ولد لو بنوته سونو انداتا انا ذهبت. فعل اريفار يصل برضو بيجي مع اسره، سونو اريفاتو للولد، سونو اريفاتا للبنت. فعل بستاري بيجي مع اسره،
è bastato او è bastata sono bastati sono bastate تفعل cadere نفس النظام sono caduto sono caduta الى اخره فعل costare نفس النظام è costato costata sono costati costate وهكذا بقى فعل crescere diventare entrare essere morire nascere وبقيه الافعال دي مش هقولها كلها عشان ما اطولش بس الفيديو انت مجرد فاهم الفكره خلاص دي كده الافعال تقدر تاخدها سكرين شوت عادي جدا هي الافعال اللي بتيجي مع essere طب تعالى كده بيقول لي يا باشا انا عايز اديك امثله بقى انا مش هقعد كده ما اديلكش امثله بس قبل ما اديك الامثله في الجمل تعالى بقى ايه نستخدم الماضي مع essere وابارة مش فاهم مش انت قلتي لي ان انا بصرفهم وبحط هنا البارتيسيبيو باسات وبت انجلا هو انت بتعك الدنيا ليه لا يا باشا اقدر انا عايز اقول انا كان عندي صح كده طب انا كنت بعمل كذا او انا كنت كذا تمام كده فتعالى نصرف يدخل أبار وأسر في الماضي مش فاهم حاجة طبيعي تعالى أوريك الأمثلة وانت هتفهمني بص كده يا باشا تماعا أنا عايزك تتماعا لما يجي يديك مثال ده يقول لك إيه بص هنا كده يقول لك avete avuto tempo di fare tutto هو أنتوا كان عندكم وقت تعملوا كل حاجة avete avuto tempo di fare tutto la settimana scorsa ho avuto molto lavoro ده الأسبوع اللي فات أنا كان عندي شغل كتير siete stati bene in quel albergo هو انتوا كنتوا كويسين في الالبرجو ده الفندق ده كنتوا مبسوطين فيه يعني انا استاتا لا ميا انسينيانته دي ستوريا ده انا كانت المدرسه بتاعتي بتاعه التاريخ انا استاتا لا ميا انسينيانته دي ستوريا وهكذا طيب بص بقى يا باشا اذا انت هنا خدت بالك ان البارتيسيبيو باساتو بتاع essere stato stata اهو وفي الجمع stati state وخدت بالك ان الفعل في التصريف الثالث بتاع avere avuto 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 زي ما هو طيب احنا كده خلصنا نص درس الماضي اه والله زي ما بقول لك كده كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نعرف شويه حاجات بسيطه اول حاجه بسيطه هنعرفها النهارده شكل النفي في الماضي عامل ازاي انت ما حطيتش لايك من اول الفيديو لايك علشان يوصل لكل الناس بقى انا بتعب معاك والله انا بنهج شويه كده وهعيط واجيب ناس تعيط فيلا ما تنساش اللايك وامانه بالله عليك توصل الفيديو ده لاكتر ناس تعرفها بيدرسوا ايطالي انت ما تعرفش هما محتاجينه قد ايه بص يا باشا لا فورما نيجاتيفا او صيغه النفي في الماضي انا بعمل ايه بيقول لي يا باشا انت ما بتعملش اي حاجه غير ان انت بتحط نون قبل الفعل يعني مثلا لو انا عايز اقول اليساندرا اليساندرا بص كده ايفينوتا ده اليساندرا جت كل اللي بتعمله انت بتحط نون بس وبتبقى من ايفينوتا ما جتش بيترو ولويزا نونانو تليفوناتو بيترو ولويزا ما اتصلوش اوجي نونو برنزاتو انا النهارده ما اتغدتش بحط نون قبل تركيبه الفعل بس ما بعملش اي حاجه تاني طب لو انا عايزه استخدم لا فورما دي كورتيزيا للباساتو بروسيمو عايز استخدم صيغه الاحترام والصيغه الرسميه في الماضي بعمل ايه قال لي ان بكل بساطه اللي انت بتعمله ان انت بتستخدم لاي بتصرف الجمله او الافعال مع الضمير لاي لو هو مفرد ولو انت بتخاطب جمع بتستخدم فوي مش فاهم تعال اقول لك هنا كده اجاتشيناتو انجينير لاسي هو انجينير لاسي ده واحد انا بكلمه في وشه هتقولي ما قلتلوش تو ليه اقول لك علشان تو ده بطريقه مش رسميه لو انا عايزه اتكلم بطريقه رسميه بستخدم الضمير ليه المفروض انك عارف الكلام ده طيب فانا بستخدم الضمير ليه فبصرف الجمله كلها مع ليه فبدل ما اقول له اي جاتشيناتو بقول له اجاتشيناتو تمام كده طب بص هنا كده بروفيسوريسا ha passato delle buone vacanze هنا المفروض ان انا لو هكلمها بالتو اللي هو انت يعني بقول لها hai passato delle buone vacanze بس انا مش عايزه اكلمها بصيغه الصيغه اللي هي لا فورما ميكافول الطريقه الوديه انا عايزه اكلمها بطريقه رسميه فبصرف الجمله مع لي فبقول ha passato delle buone vacanze صرفت فعل الاوزيلياري افيرا مع لي بدل اي بقت ha طب هنا بقى في الجمله لو عايزه اقول لهم انتوا ساعتها مش بقول لي ساعتها بستخدم voi سينيوري بانفي avete prenotato un tavolo هو انتو يا سينيوري انتو حجزتوا ترابيزة avete prenotato un tavolo طب سينيوري بانفي hanno prenotato un tavolo ده صرف مع loro
يعني صرف الفعل افيري مع لورو. هو ينفع؟ قال لي ايوه ينفع بطريقه رسميه، ممكن اصرفها للجمع مع فوي او لورو. بص كده القاعده بتقول ايه، per la forma di cortesia al singolare si usa la terza persona singolare. علشان تصرفها مع الطريقه الرسميه، يعني تصرف الافعال بطريقه رسميه، بتستخدم المفرد لي. انما per il plurale di solito si usa voi. علشان خاطر تتكلم بطريقه رسميه في الماضي بصيغه الجمع بتستخدم voi، ma si può usare anche loro، ولكن تقدر تستخدم برضو loro. يعني loro او voi لو هتكلم في الماضي بطريقه رسميه للجمع، لي لو هتكلم في الماضي بطريقه رسميه للمفرد. بس كده بس كده، الدنيا جميله قوي 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 قوي. تعالى للبوينت دي بقى، انا مسمياها عجايب وغرايب الماضي. ليه عجايب وغرايب؟ هقول لك ليه. علشان خاطر انت يا انجل ايلالي ومتفقين ان في افعال بتاخد اسرى وافعال بتاخد افارة. افعال بتاخد الاوزيلياري اسرى وافعال بتاخد افارة، صح كده؟ صح. هاجي واصدمك وفاجئك واقول لك ان في افعال بتاخد الاثنين. الاثنين؟ اه والله الاثنين. ازاي بقى؟ بص كده على الجمله دي، او كامبياتو لافورو، انا غيرت الشغل. هنا ساعتها ايه اللي هو انا؟ يعني غيرت الشغل، استخدمت لاوزيلياري او اللي هو تبع افيري، استخدمت افيري مع فعل كامبياري. طب بص هنا الجمله دي، البروجرام بتاع الفينيسي تيمانا كامبياتو، البروجرام بتاع نهايه الاسبوع الكامبياتو اتغير، استخدم اوزيلياري اسري مع نفس الفعل اللي هو كامبياري. ازاي يا باشا؟ هقول لك ان من عجائب وغرايب الماضي لما تحط لايك، اللي هيحط لك ولا يعرف، اللي مش هيحط خلاص انا لازم اعرفكم باللايك النهارده عشان مش بتحطوا بتتعبوني. بص يا جماعه بهزر والله. من غرايب وعجائب الماضي ان في افعال زي كامبياري تلاقيها مع اوزيلياري افاري واوزيلياري يسري، بتيجي مع الاثنين. انت بقى لو الفاعل عائل، شخص عائل، ساعتها بيستخدم اوزيلياري افيري زي او اللي جايه من افيري. انما لو الفاعل شخص، مش شخص بقى، شيء، حاجه مش على شيء، شيء عادي، فساعتها بيبقى مع اوزيلياري يسري. مش فاهم، تعالى نشوف الجمله الثانيه. هنا انطونيو ده عائل ولا مش عائل؟ عائل. يبقى عائل ياخد افيري مع الفيربو كومينشاتو، فيربو كومينشاري. هو بصوا الافعال اللي بتعمل كده اصلا هي بتبقى كامبياري وكومينشاري، وعندي كمان كونتينواري، وعندي فينيري، الاربعه اهم كده، خلينا اكتبهم لكم. كامبياري اللي بياخدوا اتنين اوزيلياري على حسب الفاعل، كونتينواري كومينشاري وفينيري، الافعال الاربعه دول يا باشا هم اللي بياخدوا الاوزيلياري على حسب الفعل. لو الفعل عائل بياخدوا افيري، لو الفعل مش عائل مش بياخدوا افيري، بياخدوا اسري. انطونيو ده عائل فهنا خد افيري. انطونيو كومينشاتو النوفو لافورو، هو انطونيو بدا الشغل الجديد. طب بص كده، لا ليتسيوني الدرس، لا ليتسيوني كومينشاتا ان كوارتو دورا فا، ده الدرس بدا من ربع ساعه، تمام كده. فهنا خد اسري علشان الدرس ده مش حاجه لا مش شخص يعني، انما افيري عشان شخص. طب تعالى نشوف هنا في كونتينوار، سيلفيو ده شخص عائل، ده انسان. سيلفيو كونتينواتو لافوراري انكي دوبو لانشيدانتي، خلي بالك ان سيلفيو ده برضو كمل شغل بعد الحادثه. هنا لو شيروبو دي تراني اي كونتينواتو بير توتا لا جورناتا، هنا حط اسري علشان خاطر الفعل مش عائل. طب تعالى هنا كده، اي فينيتو دي ليجر الجورناله، انت تو شخص عائل، اي فينيتو دي ليجر الجورناله، وانت خلصت جرايد. الفيلم فينيتو دوبو ميزانوت، الفيلم هنا مش عائل، ده فيلم، فعشان كده استخدم السري. بس عشان ما اطولش عليكم الدرس، دي كده من التكات اللي لازم تعرفوها في الزمن الماضي. طيب وهنا عموما اصلا زمن الماضي من ألذ الازمنه واكتر الازمنه اللي بنستخدمها في الايطالي. معلش انا طولت عليكم فيه شويه، بس حبيت ان انا اديكم كل التكات والحركات اللي في الماضي. بس كده اتمنى ان الفيديو يكون فرق معاكم، وانا متاكده ان هو هيفرق معاكم لان انا حاطه فيه مجهود كبير جدا، ويا رب يعجبكم. ويا ريت تشاركوا القناه بتاعتي لكل الناس اللي محتاجه تتعلم ايطالي من الصفر، انا متاكده ان هي هتفرق معاها. والسلام عليكم ورحمه الله، تشاو، يلا بروسيما، باي. النهارده هكلمكم على الامبرفيتو، زمني المفضل.
Indicativo imperfetto. بصوا شباب، النهاردة علشان نتكلم على الامبرفيتو انت لازم تبقى واخد بالك من حاجتين مهمين قوي. الزمن ده عبارة عن ايه؟ الزمن ده انا بستخدمه في ايه؟ بالعربي كده، مش انا ممكن ابقى عملت حاجة في الماضي وكررتها كتير، اللي هو انا كنت مثلا بروح المدرسة الفترة دي، كنت بروح المدرسة كتير، تمام كده؟ انا ما حددتش الزمن، الوقت قصدي، انا ما حددتش الوقت، يعني ما قلتلكش السنه اللي فاتت، ما قلتلكش من 10 سنين، لا انا قلت انا كنت بروح المدرسه كتير، تمام كده؟ فهو حاجه حصلت في الماضي واستمرت فتره، فساعتها انا بستخدم الامبرفيتو. طيب امتى بستخدم الامبرفيتو تاني؟ على فكره انا هكلمكم عن الاستخدامات بتاعته بالتفصيل الممل، بس مش دلوقتي، انا بعرفك عنه مجازا. يعني بستخدم الامبرفيتو تاني لو انا عايزه اوصف حد معين او اوصف شعور حد معين. يعني مثلا ده هي كانت مبسوطة قوي، ده هو كان حزين قوي، فساعتها انا بستخدم الامبرفيتو كده. انا عرفت بالبلدي هو بيستخدم في ايه، كروكي كده. تعال اقول لك بقى على طريقة تكوينه. انا بعمل الامبرفيتو ازاي، كومي بوسو كرياري ونا فرازي ان الامبرفيتو، ازاي اقدر اعمل جملة واستخدم فيها الانديكاتيف امبرفيتو. اول حاجة انا عندي ان الافعال عموما ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى في الايطالي افعال بتنتهي بمقطع ارا، المجموعة التانية افعال بتنتهي بمقطع ارا، المجموعة التالتة افعال بتنتهي بمقطع ارا. ده كده سنة اولى ايطالي، يعني احنا اول حاجة عرفناها في الايطالي. قال لي علشان خاطر اخد الفعل وصرفه في الامبرفيتو بشيل ارا اللي موجودة في الفعل، زي مثلا فعل منجاري مثلا، او مثلا فعل بارلاري، خلينا في بارلاري بحبه، بارلاري. وبيقول لي ان انا اول حاجة بعملها ان انا باخد الار دي واشيلها وعوض عنها بالنهايات اللي تحت دي. اول حاجة عندي بشيل الآري، لو عايز أصرف الفعل مع إيو اللي هو أنا كنت بتكلم، بشيل آري وأحط مقطع آفو، فتبقى بارلافو بالمنظر ده، تنزل بارلافو أهو كده. طب لو أنت كنت بتتكلم هشيل الآري وأزود النهاية، تبقى بارلافي. طب لو هي أو هو بارلافا، طب لو إحنا بارلافامو، طب لو أنتو بارلافاتي كنتوا بتتكلموا، طب لو هم او هن بارلافانو. الفكرة كلها انا مش بعمل اي حاجة غير ان انا بحفظ النهايات اللي انت شايفها قدام عينيك دي، انا بحفظ شكلها وابتدي ان انا اشيل النهاية بتاعت الفعل واحط النهايات اللي انا بحفظها. solamente devo cancellare are poi devo aggiungere avo avi ava avamo avate avano rispetto al pronome personale. بيبقى على حسب البرونومي بيرسونالي او الضمير اللي انا بستخدمه. طبعا صوت العربيات ده انتوا لازم تاخدوا عليه، يعني ما علينا. طب دي كده اول حاجه. طب بالنسبه للافعال اللي هي في المجموعه الثانيه اللي بتنتهي بايري، متر يعني يضع، انا عايز اقول انا كنت بضع، يعني كنت بحط كذا، فهنا كده هتبقى متافو. انا شلت ايري وبحط النهايات، شلت ايري ونزلت دول بس. طب هنا متافي، متافا، متافامو، متافاتي، متافانو. طب بالنسبة لإيري، بص هنا كده دورمير فعل اخره إيري، اشيل المقطع إيري وحط النهايات، فتبقى دورميفا كنت بنام. مثلا لو عايز اقول انا كنت بنام على السرير ده كتير، يو دورميفو سو كويستو ليتو، كنت بنام عليه. هنا كده دورميفو، دورميفي انت كنت بتنام، دورميفا كان بينام، دورميفامو كنا بننام، دورميفاتي و دورميفانا. بس هو الفكرة انت بتحفظ التصريف
وبتتعامل على حسب النهاية بتاع كل مجموعة. في حاجات شاذة نقابلها، في حاجات شاذة نقابلها، في حاجات هنحفظها زيادة. احنا متعودين في كل زمن ان بيبقى في حاجات شاذة. طبعا انا اديتك امثلة، هتلاقي نفس الامثلة دي موجودة تحت اهو. لافوراري اهو مجموعة اري، شلنا اري وحطينا النهايات. ماتري مجموعة اري، شلنا اري وحطينا النهايات. دورميري مجموعة اري، شلنا اري وحطينا النهايات. الأزمنة عموما بيبقى فيها فعل أسري وفعل أفاري، دايما بيبقى تصرفهم شاذ. فتعالوا كده عشان نتعرف على فعل أسري بيبقى شكله عامل ازاي في الامبرفكت، واحنا بنحفظه زي ما هو. يلا بينا علشان نشوف فعل أسري بيبقى شكله عامل ازاي في الامبرفكت. بصوا كده يا شباب، ارو انا كنت، إيري أنت كنت، إيرا هو أو هي كانت أو هو كان، إيرافامو إحنا كنا، إيرافاتي أنتوا كنتوا، إيرانو لما أجي أقولك إيرو كونتينتا أنا كنت مبسوطة، إيرو كونتينتا. لوي إيرا أرابياتو هو كان متضايق، إيرا أرابياتو، وهكذا. طب تعالى كده لفعل أفيري. فعل أفيري برضو إيريجولاري. avevo انا كان عندي، avevi كنت عندك، aveva هو كان عنده، avevamo كان عندنا، avevate كان عندكم، و avevano كان عندهم او عندهن يعني عندهن. مثلا ممكن اقول لك io avevo una macchina كان عندي عربيه، avevo una macchina كان عندي سياره، وهكذا. طب بص كده تعالى نشوف شوية أمثلة حلوة على اللي احنا خدناه كتطبيق عملي. يعني مثلا هنا في المثل رقم واحد ده بيقول لي quando Roberto abitava a Londra lavorava in una biblioteca. لما كان روبرتو ساكن في لندن، لما كان هو يسكن أو يعيش في لندن، لافورافا كان بيشتغل in una biblioteca. هنا كده خد فعل abitare اللي هو معناه يسكن أو يعيش يعني، وأم شايل آري وحط مقطع آفا الصغير ده كده علشان خاطر هو روبرتو ده لوي، فصرفها بالشكل ده زي ما أنا ما شرحت لكم أهو. آفا مع لوي فعل أخره آري. ولافوراري نفس النظام أهي، لافورافا أهي، تمام كده. طب تعالى نشوف المثل التاني. in estate non mettevo mai la macchina in garage. انا ما كنتش خالص بحط المكنه، المكنه يعني بقول ايه العسناء الفلانه، انما بتبقى لا بالايطالي، انا ما كنتش بحط المكنه في الجراج خالص. طب بص هنا كده، سيرجيو دورميفا سامبري فينو تاردي. ده سيرجيو دايما كان بينام متاخر. دورميفا جايه من فعل دورميره اهو، شال إيرة وحط النهايات بتاعت سيرجيو اللي هو لوي، النهاية بتاعت لوي اهي دورميفا، تمام كده. طب تعالى كده ننزل تحت ونشوف مستنينا ايه. قال لي يا باشا انا عايز اقول لك ان في افعال تانية شاذة احنا بنحفظ شكلها كده. i verbi irregolari all'imperfetto sono pochi، يعني الافعال الشاذة او الغير منتظمة في الامبرفيتو مش كتير، زي bere dire وفاري. bere بحفظها كده bevevo bevevi beveva bevevamo. بص بيفيفامو هي رخمة شوية، بيفيفاتي بيفيفانو، ديتشيفو ديتشيفي ديتشيفا ديتشيفامو ديتشيفاتي ديتشيفانو، فاتشيفو فاتشيفي فاتشيفا فاتشيفامو فاتشيفاتي فاتشيفانو، تمام. محدش يقول لي ده اخره آري وهشيل الآري وهحط النهايات، مش مفيش الكلام ده، انت بتحفظها زي ما هي كده بالظبط، تمام. قال لك فيربي irregolari يعني ايه؟ يعني مش منتظمه. طيب تعالى بقى اديك امثله على كل الكلام اللي احنا خدناه تاني. يلا possiamo dare un'occhiata per vedere gli esempi in italiano riguardante l'imperfetto. تعالى كده نبص بص علشان نشوف الاكزامبلز. استخدمنا هنا فعل essere، استخدمنا هنا فعل bere،
استخدمنا هنا فعل ديرة واستخدمنا هنا فعل فعل. يلا بينا نبدأ ونشوف النظام. ياري التامبو إيرا بيلو، امبارح الطقس كان جميل. استخدم إيرا جاية من فعل أسره. أكولاتسيوني بيفيفانو سامبر ان سوكو دي فروتا، ده في الفطار كانوا دايما بيشربوا عصير فاكهة. صرف فعل باري مع لورو، هم فعل باري اهو يشرب مع لورو بيفيفانو. تعال نشوف المثل ده. باولو نون ديتشيفا ماي لا فيريتا، باولو ما كانش بيقول الحقيقة. باولو نون ديتشيفا ماي لا فيريتا، ديتشيفا جاية من ديرة. طب باولو ده ايه؟ ده هو يعني لوي. فتعالى كده نشوف لوي مع ديرة بيبقى شكلها عامل ازاي. ديتشيفا. طب تعالى هنا كده جوليا فاتشيفا لا دوتشا توت لماتينا، جوليا دايما كان بتاخد شاور كل صباح او يعني في كل دايما الصبح يعني. فهنا جوليا لي، فهصرف فعل فاري مع لي بيبقى شكله كده فاتشيفا. طيب دي كده يعتبر الافعال الشاذة البسيطة والامثلة. معلش يا شباب انا عندي برد عشان كده صوتي باين عليه ان هو تعبان، اعذروني. واتمنى انتوا تعملوا لايك كبير وحلو كده. ترادور، ترادور بيترجم، ترادوتور مترجم، ترادوتريتش مترجمة. io traducevo، traducevo انا كنت بترجم، traducevi كنت بترجم، traduceva، traducevamo، traducevate، traducevano. طب بص هنا كده، مش بس ترادور، اي بقى حاجة اخرها اور بالشكل زي مثلا برودور ينتج. هنا كده la fabbrica di mio nonno produceva materassi، خلي بالك produceva عشان fabbrica دي مصنع، فبتعامل معك كأنها لي. تمام كده la fabbrica، فبالتالي انا صرفتها بالشكل ده، حطيت لها نهاية تشيفا برودوتشيفا. ترادور، برودور، الحاجات اللي اخرها اور في الافعال يعني. اول حالة بستخدم فيها الامبرفيتو بيقول لي لو في حدث في الماضي وهو مش مهم قوي علشان اذكر فيه الوقت. يعني انا حدث حصل لي بس انا بتكلم عادي، ما قلتش الوقت، ما قلتش من سنة، امبارح، اول امبارح، الاسبوع اللي فات، ما ذكرتش الوقت. indicare un evento successo nel passato non è importante definire la sua durata، non è importante definire la sua durata. cioè io non dico ieri، l'altro ieri، l'anno scorso، ما بقولش الوقت بالظبط. طب تعالى اديك مثل كده. لينا لافورافا ان un supermercato، لينا كانت شغالة في سوبر ماركت. قلت لك امتى؟ لا قلت لك السنة اللي فاتت ولا اسبوعين، ما قلتش. انا قلت حاجة حصلت في الماضي وخلاص، ما ذكرتش الادوراتا او المدة او ما منشنتهاش بوقت. طب تعالى كده نشوف الحالة التانية. si usa per descrizione con i verbi essere، avere، sembrare. بنستخدمه برضو علشان خاطر نوصف بيه اشخاص او نوصف بيه مشاعر ايا كان، بنستخدم مع فعل essere، avere، sembrare. خلينا اديك مثل. لويزا era contenta، era molto contenta، ده لويزا كانت فرحانة قوي، era molto contenta. هنا كده lui sembrava arrabbiato con me، هو كان شكله كده sembrare اللي هو يبدو لي او كان يبدو لي انه غاضب، فشكله متضايق مني يعني. فانا استخدمته هنا علشان خاطر اوصف. per una descrizione avevo molta fame in frigo non c'era nulla، ده انا كنت هموت من الجوع. avevo molta fame، طبعا صوتي باين ان انا تعبانه، فما تستخسروش فيا اللايك، انا بتعب معاكم. يا رب بس كل التعب ده يجي فايده معاكم وتوصلوا لاحسن المراتب في اللغه باذن الله ان شاء الله. يعني هنا ياري بيوفوتو، انا اسفه، tutto il giorno، امبارح بيوفوتو tutto il giorno، ده امبارح كانت بتمطر طول اليوم. بص tutto il giorno ده خلاص انا حددتها، فغصب عني انا هصرف في الباساتو بروسيمو مش في الامبرفيتو خالص. افاتو molto caldo per due settimane،
ho fatto molto caldo per due settimane. Da كانت حر قوي لمده اسبوعين. انا حددت هنا فتره اسبوعين، فبالتالي بصرف مع الباساتو بروسيمو مش بصرف مع الامبرفيتو. عارفين لو دي مش موجوده كنت هقول فاتشيفا مولتو كالدو وسكت. ما دام دي موجوده خلاص غصب عني هستخدم ماضي بسيطه فاتو مولتو كالدو. فهمتوا البوينت؟ بس هو ده يعتبر كده الامبرفيتو، ابسط من البساطه، ما فيهوش حاجات كتير ولا تكات ولا اي حاجه. الفكره كلها ان انت بتبقى فاهم امتى بستخدم الماضي البسيط اللي هو الباساتو بروسيمو وامتى بستخدم الامبرفيتو. بستخدم باساتو بروسيمو لو انا محدد وقت معين، امبارح، كل اليوم، من كذا لكذا، من شهر كذا لشهر كذا، بحدد وقت حصل فيه الحاجه، او امبارح او امبارح كده. انما لو حاجه استمرت لوقت كتير وانا مش محدد الفتره بتاعتها بستخدم امبرفيتو. تمام. طب بص هنا كده بيقول لي مع الافعال اللي هي زي بوتاري دوفيري فولير، احنا بنقول عليها الافعال الخادمه، بيقول لي لوزو دالامبرفيتو الى الباساتو بروسيمو بو كامبياري. يعني انا ممكن استخدم بوتاري ودوفيري وفولاري مره في الباساتو بروسيمو في الماضي ومره في الامبرفيتو، ولكن السينيفيكاتو هيتغير، السينيفيكاتو كامبيا، لان لما بستخدمه في الباساتو بروسيمو ببقى حدث حصل وانا متاكد انه حصل تشيرتيتسا. انما برسبريمر انشيرتيتسا علشان خاطر اتكلم عن حاجه ها مش متاكد ان هي حصلت او يا تحصل يا ما تحصلش، ساعتها بستخدم الافعال دي وبصرفها في الامبرفيتو. مش فاهم يا انجل؟ هتفهم معايا. بص يا باشا، لما اجي اقول لك نون فولوتو ريسبوندر، بص كده على الجمله دي، تعال نفصصها مع بعض. هو اوف فولوتو، فولوتو ده جاي منين؟ فعل اسمه فوليري. طيب هنا كده فعل فوليري ده انا بقول نون فولوتو ريسبوندر لما اكون ارغب بالرد، مش عايزه ارد. تمام كده. السونوستاتا زيتا، فده معناه ان انا خرست خلاص. سونوستاتا زيتا يعني اتخرست، كتمت، ما اتكلمتش. تمام. هنا ما صرفته في الماضي، ده معناه لما انا قلت نون فولوتو ريسبوندر انا ما كنتش عايزه ارد خلاص، انا فعلا ما كنتش عايزه ارد متاكد وفعلا ما ردتش خلاص، والدليل ان انا سونوستاتا زيتا. شوف بقى هنا لما انا رحت صرفته في الامبرفيتو ده كده اسمه باساتو بروسيمو، يعني ماضي بسيط. شوف بقى لما جيت صرفته في الامبرفيتو عملت ايه؟ امبرفيتو زي ما احنا بنتكلم عنه النهارده، قلنا برسبريمر انشيرتيتس يعني حاجه انا مش متاكد منه. فبص نون فوليفو ريسبوندري، انا ما كنتش حابب ارد زيها زي اللي فوق. بالعربي بترجمها نفس الترجمه، يعني ما كنتش عايز ارد برضه، بس المعنى بيتغير. هنا فوق نون فولوتو ريسبوندري انا ما كنتش عايز ارد وفعلا ما ردتش. تحت بقى نون فوليفو ريسبوندري، بص ما بايو ريسبوستو جوالمنت، بس بعد كده رديت. يعني فوق المثل اللي فوق اللي هعلمهولك بالاحمر ده ما كنتش عايز ارد وفعلا ما ردتش، هنا صرفته في الماضي. تحت بقى ما كنتش عايز ارد بس رديت، فانا ما كنتش عايز ارد بس رديت. وعلى فكره ممكن ابقى رديت وممكن ابقى ما ردتش، انشيرتيتسا مش متاكد، لان انا هنا في المثل اللي في النص اللي هعلمهولك باللون الاصفر ده نفس المثل لو ستيسو زامبيو انكا الامبرفيتو، متصرف الامبرفيتو، متصرف في زمن الامبرفيتو، بس انشيرتيتسا برضو مش متأكد اهو. non volevo rispondere sono stata zitta، ما كنتش عايز ارد وسكت. ونفس الزمن تحت non volevo rispondere ma poi ho risposto، ما كنتش عايز ارد بس ما رد وما ردتش. تمام كده، قصدي رديت، ما كنتش عايز ارد ورديت. خلاصة تقول ايه؟ ان الامبرفيتو لما باجي اصرفه مع الافعال دي فوليري دوفيري بوتيري ده علشان خاطر اعبر عن حاجه مش متاكده منها. مثلا انا ما كنتش عايز اخرج، انا ما كنتش عايز اخرج، تعال اعملها لي. يعني ايه انا ما كنتش عايز اخرج؟ بالامبرفيتو نون فوليفو اوشيره، انا ما كنتش عايز اخرج. طب هنا كده هو فعل فوليري ده اهو، فوليفو متصرف من فوليري اللي انا بقول لك عليه من الافعال اللي فوق اهي، فده معناه ان انا كده اسبريما انشيرتات، بعبر عن حاجه مش متاكد منه. نون فوليفو اوشيره، انا ما كنتش عايز اخرج. هنا ايه؟ نون سونو شيتا، وانا فعلا ما خرجتش. او انا خرجت،
سونوشيتا، فبالتالي انا هنا لما قلت نون فوليفوشير اخترت ان انا اتصرف فوليري مع الامبرفكتو، فالمستمع هيفهم ان انا مش متاكد، ممكن ابقى عملت الحاجه وما خرجتش وممكن ابقى خرجت عادي. انما لو نفس الجمله قمت منزلها ومصرفها مع الباساتو بروسيما ورحت قلت نونا فولوتو وشيره، هو هيفهم ان انا ما خرجتش اصلا، خلاص انا متاكد نونا فولوتو وشيره لم اكن ارغب بالخروج، وانا فعلا ما خرجتش، انا فعلا ما خرجتش، لان ده تشيرتيتسا. يعني ايه تشيرتيتسا؟ يعني انا متاكد خلاص. انما ده انشيرتيتسا، يا خرجت يا ما خرجتش. بس هو الموضوع ابسط من كده، ما فيش. اتمنى ان انا اكون فدتكم، يا رب تبقوا فهمتوا من الشرح، معلش بنهج عشان انا فعلا تعبانه. اتمنى الفيديو يوصل لكل الناس، ادعوا لي ربنا يخف عني ويشفيني سريعا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد، لان حرفيا اللايك ده بيرفع الفيديو ووصله اكتر حد محتاجه. انت اكتر حد هتاخد حسنات معايا على طول، لانك وصلت الفيديو لاكتر من شخص والله اعلم ممكن يبقى مش في مقدرته ياخد كورسات علشان خاطر يحصل على العلم ده. بس كده، وتو يلا بروسيما. il presente indicativo. Ti posso assicurare che questa lezione è la più facile che abbia mai visto. أنا بأكدلك إن الدرس ده أسهل درس، علشان هو لو تذاكر كويس هيسهل عليك تتكلم إيطالي كويس لو أنت بتدرس لغة بشكل عام، وهيسهل عليك تحل إيطالي كويس لو أنت طالب في ثانوية عامة. ركز معايا، هو ليه ثلاث أشكال الأفعال في اللغة الإيطالية بشكل عام؟ ليها ثلاث أشكال. دي افعال منتظمه مش شاذه، اسر وابار دي افعال شاذه، خلاص احنا خدناها في الاول. الافعال المنتظمه بقى ليها ثلاث اشكال، يا اما الفعل ينتهي باره وبقول عليه فعل في المجموعه الاولى، يا اما الفعل ينتهي باره وبقول عليه فعل في المجموعه الثانيه، يا اما الفعل ينتهي بمقطع ايره وبقول عليه فعل في المجموعه الثالثه، زي ستودياره، سكريفره، بارتيره. كل مجموعة من المجموعات الثلاثة اللي قدامك على الشاشة دول لهم تصريفات يا باشا، يعني أنا باخد الفعل وبصرفه بطريقة معينة، سهلة جدا. خلينا نبدأ بالمجموعة الأولى، الأفعال اللي بتنتهي في اللغة الإيطالية بالمقطع آري، زي مثلا مانجاري يعني يأكل. أنا لو عايز أقول أنا باكل، أول حاجة بعملها في القاعدة إن أنا بشيل آري دي، بحط عليها إكس وبنزل المقطع اللي هو منجا ده، وببتدي ان انا احط نهايات مع الضمائر اللي قدامي، مع كل ضمير بياخد نهاية، بمعنى ان النهايات اللي انت شايفها دي. خلينا نبدأ بفعل بينتهي بمقطع اري، زي اللي هيظهر عندك على الشاشة ده منجاري. انا دلوقتي يا باشا بشيل مقطع اري وبحط النهايات دي مع كل ضمير، يعني لو انا عايز اقول منجاري يعني ياكل، لو انا عايز اقول انا باكل بشيل اري هتبقى يو مانجو انا باكل. طب لو انت بتاكل بشيل اري وبحط المقطع اللي بيجي مع التو اللي هو انت، تو مانجي انت بتاكل. طب لوي ولاي اللي هو هو وهي، بشيل الاري وبحط الا بتاعت لوي ولي فتبقى مانجا. طب نوي هتبقى مانجامو، بحط المقطع بتاعها. باي بشيل الاري وبحط المقطع بتاعها اللي هي باي مانجاتي انتوا بتاكلوا، لورا مانجانو اللي هم ياكلوا او هن ياكلنا. ده كده بالنسبة للافعال المجموعة الاولى اللي بتنتهي بمقطع اري. طب انت بتمشي على الوتيرة دي نفس الوتيرة، اري بيبقى فيه نهايات معينة بحفظها مع الضمائر وبرصها على الفعل، زي مثلا prendere دي النهايات اللي بتبقى موجودة مع المجموعة اري، تعالى كده نصرفها مع الضمائر. يلا io prendo، tu prendi، lui و lei prende، noi prendiamo، voi prendete، loro prendono. انا صرفتها ازاي؟ prendere ده فعل في المصدر اخره اري، شلت الاري وحطيت، انا بقول ايو ايو يعني انا، النهايه اللي بتيجي مع ايو او فشيل حطيت الاو،
يا بريندو انا باخد وهكذا. طب تعالى كده نشوف المجموعه الثالثه اللي بتنتهي بايرا، دي النهايات بتاعتها قصاد الضمائر، بصرف بنفس الطريقه. تعالى اضرب لك مثال، بارتيرا يعني بيرحل، يو بارتو تو بارتي انت ترحل، لوي ولي بارتي نوي بارتيامو voi partite وloro partono. بس كده، هو كل الفكره ان انت بتشوف النهايه وبتحذفها وتشوف الزيادات اللي بتيجي مع النهايه دي جنب الضمائر وبتصرف الفعل. بس كده مفيش اي حاجه. كده احنا خلصنا الترم الاول كله. متنساش بقى تعملي لايك علشان انا طلع روحي في الفيديو ده، لسه المونتاج هيقعد معايا اسبوع. وبالله عليك منشن اي حد في ثانويه عامه في اولى ثانوي محتاس، والله هتاخد اجره وثوابه. ويلا بينا على الترم التاني. انا عايزه افاجئك واقول لك ان انا بصور دلوقتي في يوم تاني، علشان مستحيل خالص اثناء الصيام وتعبه ان انا اشرح لك المنهج كله في يوم واحد. فانت كمان قدر تعبي وما تبخلش عليا بلايك وشير للفيديو ده، اكيد هيفرق مع اي حد مش في مقدرته ان هو ياخد دروس او يعمل مراجعه للمنهج بتاعه وبس. واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس لو انت شايفني على اليوتيوب، ما تبخلش عليا باللايك. قبل ما ابدا معاك في الترم الثاني حابه اوضح لك حاجه صغيره، ان في افعال في زمن المضارع الشاذه هعرضها لكم دلوقتي على الشاشه، انتوا بتحفظوها بتصرفاتها، يعني ملهاش قاعده معينه، وكل براتيكا او بالممارسه الدنيا هتظبط معاكم. ما تقلقوش، في الاول الموضوع هيبقى غريب بالنسبه لكم، بعد كده انتوا هتاخدوا على شكل الفعل وتصرفاته. هو من اكتر الدروس اللي بسمع شكاوي منها هو درس البوسيسيفي، مع ان انت لو ركزت شويه صغيرين بس هتلاقي ان هو من اسهل الدروس اللي ممكن تذاكرها في الجراماتيكا ايطاليانا. بعد الكام دقيقه اللي هتشوفهم معايا دول، درس البوسيسيفي مش هيبقى معضله في حياتك نهائيا. فثق بيا وحط لايك، صلى على النبي، ويلا نبدا. بص يا باشا، انا هكتب لك جمله بسيطه جدا بالعربي. هو انا لو عايز اقول لك ان انا معايا قلم، القلم ده اللي هو بتاعي، لو عايز اقول ان القلم ده بتاعي بالعربي بقول ايه؟ بكل بساطه بقول لك قلمي، اللي هو قلم زائد ان انا حطيت ايه، قلمي. طب بالانجليزي، بالانجليزي بكل بساطه بقول ماي بن. فالفكرة كلها ان انا جبت الاسم اللي هو بان عادي، الحاجة اللي انا عايزة انسبها لنفسي او اخصها ليا، وحطيت لها ماي في الانجليزي. جبت نفس الحاجة اللي عايزة انسبها لنفسي واخصها ليا وحطيت لها يي بالعربي، اللي هو بقى حوارنا كل النهاردة. اللي يي اللي بالعربي والماي اللي بالانجليزي هو ده حوارنا بالايطالي، اللي هي البوسيسيفي او الملكية، انا بنسب الحاجة لنفسي انا. في قاعدة ثابتة جدا هقول لك عليها، بس اول حاجة لازم اعرفك شكل الاي بالعربي او ماي بالانجليزي. الفكرة كلها ان انا عندي بالانجليزي بقول ماي بن، قلمي. طب لو غيرت بن ورحت استخدمت اي حاجة تانية، مثلا ماي بوك اهو، ستيل بتفضل ماي، اللي هو كتابي. طب لو غيرت كتابي وخليتها حاجة مؤنثة زي مثلا ايه، زي مثلا زجاجة، برضو زجاجتي. اللي دي مش بتتغير، مادام انا بنسب الحاجة للضمير انا، اللي هو انا حاجتي بتاعتي انا، بتفضل لي وبتفضل ماي، سواء بالانجليزي او العربي. الايطالي يقول لك لا، الكلام ده ما يخصنيش، الكلام ده مش بتاعي. انا عندي صفات الملكية بتتمحور وبتتغير على حسب حاجات كتير قوي هناخدها مع بعض. تعال اعرفك على صفات الملكية الاول، وبعد كده نتعرف على بقية التفاصيل. سكوزا. اول حاجة قال لي ان صفات الملكية دي كل ضمير يا باشا وليه الصفة الملكية الخاصة بيه بأشكالها. يعني لو هتكلم على الضمير إياه اللي هو ضمير أنا، يعني بنسب الحاجة لشخصي بتاعتي أنا، كشكولي، قلم، كتابي، كشكيلي، كتبي، إلامي، إلخ إلخ، ف مش بيبقى شكلها ماي بس زي اللي في الإنجليش، لا، ده ماي دي ليها أربع أشكال في الإيطالي، ميا ميا مياي ميا. ايه ده يا انجيلا؟ بص سيبك من كل اللي انا هشخبط عليه، ركز على الحاجة اللي انا هفوكس عليها بالاصفر فقط. ميا ميا مياي ميا، كل ده يا انجيلا معناه مي، معقولة؟
بقى كل ده معناه ماي، بقى كل ده معناه ليه اللي انا بحطها في العربي اللي هو قلمي كشكولي كتابي خطيبي مراتي خطيبتي مش عارف ايه اللي دي، والماي دي كل دي اشكالها في الايطالي. طب انا بختار الاشكال دي بناء على ايه؟ هقولك، لو انا بتكلم عن حاجة تخصني انا بتاعتي انا، والحاجة دي كانت مذكر زي ايه؟ زي المثل ده لما اجي هقولك ليبرو، ليبرو ده كتاب، وكتاب ده مفرد مذكر بالايطالي اسمه ليبرو، تمام كده، بياخد حرف بياخد أداة التعريف إيل، الألف واللام، يعني إيل ليبرو يعني الكتاب. ده كده لو أنا عايز أنسبه لنفسي وأقول كتابي، يقول لك بص هي معادلة بسيطة، أنت بتشوف أنت بتتكلم عن إيه، حاجة تخصك ولا تخصها ولا تخصنا ولا تخصكم ولا إيه، لا دي تخصني أنا بتاعتي أنا انا تبع الضمير انا، اقوم طالع على الضمير انا في الجدول واشوف ايه الحاجات اللي اقدر اختارها مع الضمير انا. يا نهار اسود ده حاجات كتير قوي، انا ممكن اختار 100 100 100 100. طب بختار الحاجات دي بقى بناء على ايه؟ قالك لو الحاجة اللي انت بتتكلم عنها عايز تخصها لنفسك دي كانت مفرد مذكر يا باشا هتبقى 100، طب لو جمع مذكر هتبقى 100، طب لو الحاجة دي مفرد مؤنث هتبقى 100، طب لو جمع مؤنث هتبقى 100. اذا الكتاب ده مفرد مذكر هتبقى 100، الميو ليبرا اصبح بدل كتاب بقى كتابي. طب سيبك منها، طب اقدر انا كنت بتكلم على ليبري، ليبري يعني كتب، ليبري اذا انا عايزه انسب كميه الكتب اللي قدامك دي ليا انا بتاعتي انا انا، اذا هيبقى هختار حاجه تخص الضمير انا، يا ميو يا ميا يا مياي يا ميا. طب هي ليبري دي ايه نظامها في الايطالي؟ ليبري دي يا باشا بتاخد ايه اللي هي الالف واللام بتاعه الجمع، ليبري دي جمع مذكر، اذا انا هختار في صفات الملكيه حاجه تبع الجمع المذكر طبعا تبع ايه، لان انا بقول كتبي انا فالضمير انا، هختار ايه اللي بيجي مع الضمير انا هنا جمع مذكر مياي، اذا هتبقى مياي ليبري، وهكذا. اذا كل حاجة من الحاجات اللي قدامك بالاصفر دي بتتغير على حسب الحاجة اللي انا عايز انسبها لنفسي. والله لو كانت كتاب، كتاب لوحده مفرد مذكر هختار 100، طب لو حاجة مفرد مؤنث زي مثلا بوتيليا اللي هي زجاجة هختار 100، طب لو حاجة جمع مذكر زي ليبري كتب هختار 100، طب لو جمع مؤنث زي مثلا بوتيليا هختار 100، وهكذا. اذا صفات الملكية دي تخص الحاجة اللي انا هنسبها لنفسي، انما الشكل ده كده تخص الضمير، بمعنى ان ياي ليبري دي معناها ان هما الكتب دي بتاعتي انا. طب لو كانوا الكتب دي بتاعتك انت، بشيل مياي واجري عند التو واشوف هختار ايه، اسمها تواي. طب تعالى اعرفك كده على اللي في الجدول ده بقى، نلغي ام الشغبيط اللي انا عملتها دي كلها ملهاش لازمه خالص اهو كده، ويلا اعرفك مع الضمير ايو. يعني لو عايز انسب حاجة لنفسي بختار 100 100 100 100، على حسب لو الحاجة دي مذكر مفرد بختار 100، لو كتاب مثلا ليبرو، طب لو مذكر لو جمع مذكر بتبقى 100، طب لو مؤنث مفرد بتبقى 100، طب لو مؤنث جمع بتبقى 100. هنشوف الحاجات دي في التطبيقات، لو حاسس انك تايه ده طبيعي، ما تنساش بس اللايك، انا بتعب عشان بص انا بشرح لك الساعه 1 وتلت بالليل، فلو انا ما حطيتش لايك تبقى انت كده انسان ظالم. يلا بينا. طب تو يا باشا، تو دي صفات الملكيه بتاعته، لو الحاجه دي حاجتك انت. طب لو حاجته او حاجتها سوا ودول بختارهم على حسب لو الحاجة دي مذكر مفرد سوا، مذكر مؤنث مفرد سوا، سواي جمع مذكر، سوا جمع مؤنث، وهكذا. طب لو الحاجة دي بتاعتنا نوسترا. طب لو الحاجة دي بتاعتكم فوسترا. طب لو الحاجة دي بتاعتهم او بتاعتهن، هم او هن، لورا. ما تتغيرش، بسيطة. طب بص كده انا عرفت شكلهم بديهي، حاجة سريعا كده. طب انا عايز اعرف القاعدة اللي تخليني ابني بنية صح للدرس ده. قال لي ان القاعدة دي
بتقول كالآتي. القاعدة دي انت هتفضل ماشي عليها كده بنسبة 99% من الإطغالي. والله 99%. القاعدة دي بتقول ايه؟ بتقول انا بختار صفة الملكية ميو او تو او سو او اي حاجة من اللي انت شايفه هنا ده كده، خلينا مثلا نضرب المثل بميو مثلا او اي صفة ملكية عموما، يعني صفة ملكية، وبقول قبلها اداة التعريف وبعدها الحاجة اللي تخصني اللي انا عايزة اخصصها يعني لنفسي او لغيري ايا كان. هي دي القاعدة. لا مجهدة شوية، ثواني كده احنا نصغر الدنيا عشان تبقى شكلها معقولة الى حد ما. انا خربت الدنيا، اني اسف، انا ما اعملها لكم بطريقة اشيك من كده. أداة التعريف وبعد كده صفة الملكية وبعد كده الحاجة اللي تخصني أو تخص أي حد. بمعنى تعالى كده أطبق القاعدة دي كده على الحياة العملية في الإزامبي أو في الإزامبلز. أنا عايزة أقول الدكتور بتاعي، الدكتور اسمه إيه؟ الدكتور اسمه ميديكا اللي هو دكتوري. طب الدكتور ده مفرد مذكر فاكيد هياخد ال. طب الدكتور ده بتاعك انت، لو بتاعك هختار من الحاجات بتاعته، لو بتاعها او بتاعه هختار من سو واخواتها. طب لو بتاعنا نوسترو واخواتها، فوي بتاعكم انتوا فوسترو واخواتها، بتاعهم او بتاعهن يعني لورو واخواتها. بس انا هنا بقول الدكتور ده بتاعي انا، طبع الضمير ايه وبتاعي انا، فهطلع هنا تبع ايه واختار حاجة من الاربعة دول. طب هو الدكتور ده مفرد ولا جمع ولا ايه؟ قال الدكتور مفرد فاختار حاجة بتاع المفرد يا هنا يا هنا. طب الدكتور ده مفرد مذكر ولا مؤنث؟ لا ده ايه اللي مفرد مذكر فاختار ميو. الميو دوت ميديكا او الميو دوت طارق. الميو ميديكو ين فاكانسا. مش فاهم قوي يا انجيلا، ممكن تطبقي لي القاعده دي على مثل تاني؟ طبعا. تعالى نتكلم عن كازا. كازا يعني بيت. طيب بص يا باشا، كازا ده كده يعني بيت. طب كازا ده انا عايزه اقول بيتك انت، بتاعك انت. اصل الجمله بتقول لا تو كازا مولتو جراندي، بيتك انت كبير. فبص كده القاعده عملها ايه. بيتي لا ده بيتك انت، حاجتك انت، يعني تبع الضمير تو. خلينا نمسح خرائط التدفق دي. تبع الضمير تو، حاجتك انت. طب تمام كده، كذا ده بقى مذكر ولا مؤنث ولا ايه؟ خلاص انا عرفت، انا عايزه اقول بيتك فهختار حاجات تبع الضمير تو. طب هو اشمعنى اختار تو؟ اشمعنى تو؟ قال لك عشان كذا ده مفرد مؤنث فهتبقى تو، وبحط لها الالف واللام تبقى لا تو كذا. طب سيبك من كل ده كده، خلينا اضرب لك مثال هنا كده عمياني عشان نبقى فاهمين. طب لو انا عايزه اقول مثلا ألمك، ألمك انت، ألمك يعني ايه؟ ألم يعني بين. القاعدة بتقول ايه؟ تعال خد لك القاعدة دي هنا، والله ما لمزعلك اهو القاعدة اهي، هاخدها واحطها لك هنا اهي. القاعدة بتقول أداة التعريف صفة الملكية الحاجة اللي انا عايز اخصها لك. يعني خليني اشرحها لك على ألم. انا عايز اقول الألم ده ألمك انت، ألمك يعني ايه؟ ألم حلو قوي قوي قوي. طب هو بين ده مفرد ولا جمع؟ ده مفرد. طب هو مذكر ولا مؤنث؟ لا ده مؤنث، اذا هياخد لا. حلو قوي. طب اختاره اني من صفات الملكية تعميه وطوله وسوه الكلام ده، او انا كنت بقول لك ايه؟ ألمك ولا ألمها ولا ايه؟ لا انا كنت بقول ألمك انت، ألمك انت، يعني هختار حاجة تبع تو واخوات حاجة من دول اهم تو او تو او توي او توي. طب هو ألم ده مذكر ولا مؤنث؟ ألم ده مفرد مؤنث. طب أني اللي بتيجي مع مفرد مؤنث تو فتبقى لا تو بين يعني ألمك. طب لو شلت الأب دي كده قمت شايلها وما خليتهاش بقى ايه بين، ده انا خليتها بين اللي هي إقلامك، إقلامك انت، اصبح ان انا هشيل طبعا بين دي، يبقى أداة التعريف بتاعتها هتبقى مختلفة. أداة التعريف بتاعتها هتبقى ليه مش لا، واصبح كمان ان تو مش هتبقى معاها. هو تو دي صح يعني تو اخواتها اللي هو تو 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 ده تمام، بس انا هختار حاجة تناسب مع تو، هختار حاجة تناسب الجمع المؤنث الا وهي لتو بين.
فاصبحت بدل لاتوا بينا اللي انتوا شفتوها هتشوفوها من شويه، لاتوا بينا اللي هو المك، لاتوا بينا اصبحت لتو بين. لاتوا بينا يعني المك، تبقى المك لتو بين. القاعده اداه تعريف صفه الملكيه والحاجه اللي انا بتكلم عنها. مش عارفين صفه الملكيه اللي هو مي واخواتها، اهو مي واخواتها عموما مش عايزه تتمسح، هي مش عايزه، مش عارف اهو مي واخواتها عموما وطول الكلام ده زائد الحاجه اللي انا بتكلم عنها. طب تعالى نشوف امثله كده، بص كده في الامثله. اي نوستري فيستيتي، شفت اداه التعريف صفه الملكيه الحاجه اللي انا بتكلم عنها. اي نوستري فيستيتي سونو بوليتي، هدومنا نضيفة. طب بصي كده، إيلورو أميتشي سونو سترانياري، أصدقائهم أجانب. لورو أميكي سونو جوفاني، طب هنا كده لورو أميكي أصدقائهن شابات يعني صديقتهن بقى شابات. طيب دي كده القاعدة بنسبة 99%. قلت لك تيجي بقى درس العيلة، والعيلة الإيطالية تقول لك خد ده كده بل واشرب ميته، ما يجيش معايا بجزمة بفردة شراب، انا مش همشي على الكلام ده خالص، انا هخترع قاعدة جديدة، الكلام ده ما يقولش معايا. ليه بقى؟ لقيتني درس العيلة تقولك انا مع المفرد، يعني لو هتكلم عن فرد بالعيلة بطوله، فرد بطوله في العيلة، اخ ام اب اخت جده تيتا عمة خالة ابن عم ابن خال اي حاجة، ما بحطش اداة التعريف. يعني مثلا لو مش على القاعدة كده، لو مش على القاعدة وعايز اقول اخويا وهمشي على القاعدة دي، تمام اهو مش هشخبط، همشي على القاعدة دي اهي كده، واجي اقول لك اخويا، يعني ايه اخ؟ اخ يعني فراتيلو، بياخد اداة تعريف ايه اللي هو الالف واللام بتاعتها. ايوه برافو عليك، ايه. طب انا عايز اقول اخويا، انا اخويا مش اخوك، مش اخوها، مش اخوهم، لا سوري يا جماعه من صوتي عندي برد معلش، اخويا اخوهم لا، انا عايز اقول اخويا انا تبع ايه، المفروض ان هي تبقى الميوفراتيل. يقول لك لا يا باشا الكلام ده ما يكونش معايا، ما يكونش معايا، لا انا لما بتكلم عن فرد في العيله بطوله، اخ ام اب جد تيتا اي حد، فرد بطوله، فرد مش جمع، مش جمع، مش اخوات، مش اخوات، مش امهات، مش ابهات، مش عم، مش عمام، مش خلان، مش عمات، مش خالات، لا فرد بطوله. انا بستغنى عن الالف واللام، فبقولش الميوفراتيلو، خطا كبير مش بتتقال غير في ثلاث حالات بس شاذين يخصوا درس العيله، مش ضروريين دلوقتي اللي انا اقول لكم عليهم، قد ما ضروري ان انا اقول لك ما تستخدمش الالف واللام مع افراد العيله المفردين اللي هو بيبقى واحد بطوله، لا ما تستخدمش معاه الالف واللام، ما تعملش كده، ما تعملش كده في نفسك عموما يعني. فهنا كده ميو فراتيلو. طب مثلا لو عايز اقول اختي، مش بقول بقى لا ميا سوريلا، لا بقول ميا سوريلا. طب امتى بقول لا ميا سوريلا؟ بتبقى حالات شاذه قوي قوي بيستخدم معاها الالف واللام، حالات شاذه جدا، انما في العادي احنا مش بنستخدم الالف واللام. لو عايز اقول امي، عايز اقول امي، مش بقول بقى لا ميا ماما، وامشي بقى على القاعده اللي هو الف واللام وصفه الملكيه والحاجه اللي انا بتكلم عنها، لا خالص، هنا كده مش بقول لا ميا ماما، لا بقول ميا ماما، ميا ماما، مش بقول ايه الميو بابا، لا بقول ميو بابا، وهكذا. شوف كده معايا في الامثله، ما اقولش الميو كوجينو غلط، انما بقول ميو كوجينو، انما لو في الجمع يعني لو كوجينو دي هتتقلب لكوجيني كده عادي جدا احط الالف واللام وتبقى امياي كوجيني، دي الالف واللام بتاعت ايه؟ بتاعت الجمع، امياي كوجيني، فعادي. انما في المفرد لو مفرد بطوله كده، لا انا مش بحط الالف واللام الا في حالات شاذه جدا 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 ما لهاش لازمه دلوقتي. طب بص هنا كده، نسيت اللايك، طب والله لو انت حاطط لايك حط، انا حلفت حط رايك، عصوم 3 ايام حط رايك بقى. يلا سو بادري ميديكو اي سو مادري انفيرميرا، هنا قال سو بادري وسو مادري، ما حطش الالف ولا ما قالش ايه سو بادري، ما قالش لا سو مادري، واخد بالك انت معايا في الكلام؟ ما حطتش اللايك، ده انا هزهقكم النهارده. لا لورو سوريلا ابيتا جينوفا، هنا كده جينا هنا، ايه ده يا انجيلا، ده انت كسرت القاعده، انت مش كنت قايلنا مع المفرد لو فرد بطوله وهاجي ان انا استخدم معاه الادجكتيف بوسيسيف اللي هي الحاجات دي، ما بحطش الالف واللام. اما انا نسيت اقول لك ان الكل قاعده شواذ، اه والله. فهنا بقى علماء الطلاينه بقى قال لك ايه، لا انت ما بتحطش الالف واللام في اي حاجه، بس مع لورو بتحطها عادي جدا جدا، ما عندهاش اي مشكله، حط الالف واللام هنا مع لورو بس دي.
بتحطها. يعني انا لو هنا كده رحت وقلت ايه، لو رحت وقلت زي ما انت ما شايف كده ميو كوجينو، ما احطش الف ولا ما اقولش الميو كوجينو، ما اقولهاش خالص، ما اقولش انا الميو كوجينو خالص، ما دام ميو او تو او سو واخواتها يعني. انما لو جيت في لورو، لورو كوجينو اللي هو بدل ما اقول ابن عمي اقول ابن عمهم هم، عادي جدا ان انا اقول اللورو كوجينو. تحسوا ان الطلاينه يعني معقدينها في الحته دي، ما تفهموش بقى ايه الحكمه بصراحه. كنت اسال الدكتوره اقول لها اشمعنى هنا واشمعنى، تقول ربنا خلقها كده فبسكت. فهنا كده انت ما تحطش الالف واللام عموما مع اي حاجه مفرد، ما عدا لورو وما عدا حالات تانية شاذه ما لهاش لازمه ان انا اقولها لك دلوقتي. فلا الاورو سوريلا صح. طب لو شلت لورو عايزه اقول ميا سوريلا، لا لا غلط، شيل الالف واللام، القاعده ما بتتكسرش خالص غير مع لورو. لورو الوحيده اللي تقدر ان انت تحط الالف واللام لو بتكلم مع فرد بطوله من افراد العيله، انما اي حد تاني لا يا باشا انت ما بتحطش الالف واللام، بس في المفرد. انا بقول في الموف اهو، بس دي كده قاعده شاذه اهو. مع لورو بحط الالف واللام عادي لو بتكلم مع فرد بطوله، انما لو جمع عادي بحط الالف واللام مع اي حاجه انا مريح دماغي. سو ميا لافورين بانكا، مراته شغاله في البنك. هنا قلت سوا ماي، ما قلتش لا سوا ماي، ما حطيتش الالف واللام، تمام كده، عشان ايه ما بتتحطش غير مع اللورو في المفرد، انما في الجمع بتتحط عادي. اليكو جينا الميا كوجينا نون فينجولو ولا فيست، هنا طبعا حط الالف واللام علشان جمع اميا كوجيني اي وعلشان ليه. طيب حلو قوي قوي. عايزه بقى اقول لك على حاجه بسيطه قوي قوي قوي. عمرك شفت حد لما بيتكلم عن العيله عايز اقول ماي بيرنتس او والداي بقول بالمنظر ده، امياي جينيتوري، دول كده اللي هم والداي. حلو حلو، طب زي الفل. انا بقى امياي جينيتوري او والداي دول لو انا بقى ايه واحد ايطالي بقى جامد جدا جد جامد زحالي، بقوم عايز اقول ايه والداي من غير امياي جينيتوري. مش القاعده بتقول الالف واللام زائد بقى امياي او ميو اخواتها اللي هي الحاجات التانية اللي هي صفات الملكيه عموما، تمام كده، زائد الحاجه اللي انا هتكلم عنها هنا كده، الحاجه اللي انا هتكلم عنها بقى اهلي بتاع اي اكل شرب ميه زحاليق اي حاجه بتكلم عنها عموما. يعني على فكره انت ما حطيتش لايك عشان تبقى فاهم يعني. بص انا اسف يا جماعه، بس اللايك بيخلي الناس بجد يعني الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس في مجهودي، بحس ان هو واصل فما بيبقاش ضاع هدر، انت فاهميني قدروني يعني. تمام كده اني جينيتوري هنا كده، الميو جينيتوري ده اللي هو والداي. يقوم الطلاينه اقول لك انا ممكن ابقى طلياني جامد زحليقه واقوم شايل جينيتوري دي وامياي بس، يبقى معناها والداي. فبدل ما اقول امياي جينيتوري انا ممكن اقول امياي بس، دول كده اللي هم يبقوا مامتي وباباي. طب لو هم مامتك وباباك بشيل مياي واحط توي. طب لو مامتهم وباباهم بحط سوي ايه سوي. طب لو مامتنا وبابانا بنحط نوستري وهكذا. بص كده الامثله هنا بتقول لك ايه، دو بيعبيتنا اتواي، اين يعيشون والداك انت. بقى المفروض تبقى اتواي جينيتوري، بس انا ممكن اشيل جينيتوري عادي وتبقى اتواي بس اللي هو مامتك وباباك. امياي استنى المعري، امياي هنا مش معناها ايه حاجتي، لا معناها مامتي وبابايا. المفروض ان هي اصلها امياي جينيتوري، بس هم حذفوا جينيتوري بيبقى معناها برضو مامتي وبابايا. اسواي استنوا بانا، هو مامتك وباباك كويسين. وخلي بالك ان انا لو انا عايزه اتكلم في فورم دي كورتيزيه اللي هو بدل ما اقول كون استنوا، فورم دي كورتيزيه اللي هي صيغه الاحترام، لو عايزه اقول كون استنوا اتواي مامتك وباباك عاملين اللي هو اتواي جينيتوري يعني، بس بنختصرها كون استنوا اتواي اللي هو كده مامتك وباباك عاملين ايه. طب انا عايزه اقول مامتك مامت وبابا حضرتك عاملين ايه، اللي هو اخليها فورما دي كورتيزيا. طبعا انا بحترم في الايطالي باللي. طب ايه اللي تبع اللي هنا في الجمع، اهي اسمها سوي، فبقول هنا كده كون استنوا اي سوي، دي معناها هو مامي وبابا حضرتك النظام يعني، حلوين كويسين. بس ده كده يعتبر درس بوسيسيفي اللي تعبكم وجايب لكم ازمه نفسيه، فمش عارفه على ايه ده اسهل من السهوله اللي هو احلى من الحلاوه. فحط لي لايك بقى حلو كده، هحط لك تدريبات في الديسكريبشن بوكس تخص الدرس ده، عايزاك تدعي لي دعوه حلوه واستنيني في فيديو يعني قدام. عايزه بس انبه على حاجه يا جماعه، انا مش بدي كورسز جنرال خالص، انا بدي كورسز محادثه، cioè ti insegno la conversazione italiana come si può parlare in italiano. بس بالنسبه لاي حاجه تانية جرامر انا بنزلها مجاني على اليوتيوب عادي جدا، لان انا تخصص بتاعي محادثه، فبدي محادثه في الكورسات. الجرامر بالنسبه لي اسهل بكتير ومش مستاهله اصلا ان انا اخد فيها كورس، فاللي مش مستاهله انزلها لك عادي جدا مجاني على اليوتيوب. فما تستخسرش فيها لايك، اعمل سبسكرايب للشانل واستناني فيديوز جديدة. تشاو، يلا بروسيما.
الادجتيفي كواليفيكاتيفي. جماعة الدرس ده مش هياخد منا غلوة 10 دقايق كده. انت ذات نفسك اصلا هتقول كومي مايو كيستو دي سبيغر مونا لتسيوني دي الجنري كوزي فاتشلة، سهل جدا ازاي تهبت منها تشرحولي اصلا. بص يا باشا، استفاد بشكل عام بما ان احنا يدوب عندنا خلفية في اللغة الايطالية، عايز اسألك، هو انا لو عايز اقول البنت دي جميلة بقول ونا بلا راجاتسا ولا بقول ونا راجاتسا بلا؟ ايه ده مش فاهم. هقول لك انا، يعني بحط الصفة بعد الشخص اللي بوصفه ولا قبل الشخص اللي بوصفه؟ هتقول لي والله انا شايف ان هما الاثنين واحد، هما الاثنين زي بعض. هقول لك اقف عندك، زي بعض في اي حتة الا الايطالي. حط لايك في الفيديو ويلا بينا عشان نعرف الحوار. بص يا باشا، الصفة شكلها بيتغير على حسب الحاجة اللي انا بوصفها. يعني لو انا بوصف مذكر بيبقى اخره او، زي المفرد والجمع كده. لو انت مذاكر الدرس ده الدنيا هتبقى بالنسبة لك بسيطة جدا، لو ما ذكرتوش لازم تذكره الاول قبل ما تيجي تاخد معايا درس الصفات، هتلاقيني حطه على القناة. لو مذكر بيبقى اخره او، لو مؤنث بيبقى اخره او، لو جمع مذكر اخره ايه، لو جمع مؤنث اخره ايه. ايطاليانو ايطاليانا ايطالياني ايطالياني، ما علينا. فايطاليانو يعني ايطالي، ايطاليانا يعني ايطالية، ايطالياني ايطاليين ذكور واناث او ذكور فقط، ايطاليانا يعني جمع مؤنث. طب تعال هنا كده، لونجو طويل، لونجا طويلة، لونجي طوال للمذكر او المذكر جمع مذكر ومؤنث مع بعض، يعني رجالة وستات طوال نقول لونجي، لونجي يبقى جمع مؤنث بس. رصة رصة رصي رصة نفس القصة. اذا اللي انا فهمته من اول استاب ان انا بغير شكل الصفة على حسب الموصوف. لو مذكر مفرد بنحط له او، لو ولد جميل بقول بلو، طب لو بنت بتبقى بلا، طب لو ولد وبنات مع بعض بيبقى بلي، طب لو ولاد بس برضو بلي، طب لو بنات بس بتبقى بلا. طيب دي اول حاجة المفروض تبقى عارفها لو انت مذاكر درس المفرد والجمع. خلاص الاستاب دي عديناها، مش محتاجين نلغي فيها كتير. تعال اقسم لك الصفات لثلاث جروبات. بصيامو فاري ونا بلا ديفيزيوني فيرسو تراتيبي دي جروبي. نعمل تقسيمة حلوة لثلاث جروبات. الجروب الاول انا مسميه لك الجروب نورمالي، الجروب العادي خالص اللي انا اتكلمت عنه. برزامبيو على سبيل المثال انا ممكن اقول لك كويستا بامبينا، الطفلة الجميلة دي ايه بلا، البنت دي جميلة. بص حطيت على اساس ان بامبينا دي مفرد مؤنث. طب تعال اقول لك ده تاني، كويستو راجاتسو هذا الولد ايه برا، ها هتبقى برافو ولا برافا، ها ولد، ها برافو عليك هتبقى برافو. طب تعالى كده هنا، كويستي ستودنتي هؤلاء الطلاب سانا، ها هتبقى برافو ولا برافا ولا برافي ولا ايه، ها برافو عليك هتبقى برافي سانا برافي جمع مذكر اهو. تمام كده. طب ده كده الجروب الاول وسهل جدا مش بناخد فيه وقت خالص. الجروب التاني من الصفات بتبقى صفات اخرها ايه. طب والنبي الصفة اللي اخرها ايه دي، بتبقى مذكر ولا مؤنث؟ ام ايه اللي بتمشي الاتنين مذكر ومؤنث، زي ايه، زي كلمة ديفيتشلا. طب ودي لما بنجمعها بنجمعها ازاي؟ قال لي والله هي في المفرد بيبقى اخرها ايه وتمشي مذكر وتمشي مؤنث، في الجمع بقى الايه دي بتتقلب لايه. تعال نشوف، تعال نشوف. لزعمة الامتحان دي فوناتيكا، امتحان الفوناتكس الديفيتشلا، امتحان الفوناتكس ده صعب. ممكن نقول مثل تاني، طبعا كويستا لينجوا اللغات دي سونو ديفيتشلي، اللغات دي صعبة. ايه ده يا انجيلا، انا لاحظت ان انتي خليتي اخرها ايه مع ان لينجوا ده جمع مؤنث. ايوه ما انا بقولك بتتحول من ايه لايه
وبتبقى ساعتها على حسب يعني. هنا كوستيلينجوا اللغات دي يعني سونا ديفيتشلي بيقول عليها كده سونا ديفيتشلي، اللغات دي صعبه مفردها ديفيتشلي واحده، الجمع ديفيتشلي حتى لو مؤنث جمع بيبقى شكلها كده برضو. ده الجروب الثاني، الجروب اللي اخره اللي اخر الصفه في المفرد بيبقى ايه بيتحول لايه في الجمع. طب بص الجروب الثالث رخم قوي، انا مسميه جروب شاذ ليه؟ لان انت ممكن تلاقي ان المفرد المذكر اخره اه، ايه ده ازاي؟ هقول لك كلمه اجويستا دي يا باشا يعني ايه. كلمه اجويستا انا خليك انت اللي تقول، برافو عليك. اجويستا يعني اناني. بص كده اجويستا ده تمشي للولد وتمشي للبنت، للمذكر وللمؤنث. اللي راجاتسو اجويستا، الولد ده اجويستا ولا راجاتسا اجويستا، الاثنين صح. طب الجمع بقى، لا الجمع مختلف، جمع المذكر بتبقى اجويستا تي اخرها اي، جمع المؤنث بتبقى اجويستا اخرها ايه. يعني في الجمع بتبقى حسب القواعد العاديه اللي احنا عارفينها، المختلف كله بيبقى في المفرد بالشكل ده. وبتبقى دي شويه صفات شاذه كده حلوين هعرفك عليها يعني دلوقتي، تمام؟ نلقي عليها نظره وبنحفظها. عندي كمان انتوزياستا، انتوزياستا دي يعني متحمس او متحمسه، طبعا في الجمع بتبقى نفس الشكل ده بس هنغير حاجه بسيطه قوي. بص كده جمع المذكر بتبقى انتوزياستي، جمع المؤنث بتبقى انتوزياستي، وهكذا. بس كده يا باشا الموضوع سهل قوي. طب انا دلوقتي عايز اسالك سؤال بسيط قوي قوي قوي، ايه هو؟ انا لما اجي مثلا اجمع، انا كنت متفقه معاك على حاجه ان الصفه لو انا بتكلم بوصف حد مؤنث بحط اخره اه، زي مثلا راجاتسا هنا قلنا عليها ان هي جميله فبتبقى بيلا، ولو ولد بيبقى راجاتسو بيلو، صح كده؟ طيب نعتذر على نقش الفراخ. يعني انا دلوقتي لو عايزه بقى اوصف بنتين، لو بنتين ساعتها بتبقى دو راجاتسي بنتين، وبدل بيلا بتبقى بيلي، حلو قوي. طب لو بنت وولد هقول عليها بقى بلي ولا بلي؟ ازاي؟ مش فاهم، ركزي كده هنا معايا في المثل الحلو ده اهو، دوي راجاتسي بلي، والمثل اللي انا هكتبه ده دوي راجاتسي بلي. بص كده انا هنا ليه قلت بلي؟ انا هنا قلت بلي علشان هما اتنين ولاد. طب هنا ليه قلت بلي؟ انا قلت بلي علشان هما اتنين بنات. طب لو انا بتكلم عن ولد وبنت اختار بلي ولا بلي؟ يقول لك الرجال قوامون على النساء، فانا هختار بلي. يعني لو انا مثلا عندي بنت اسمها ماريا وولد اسمه ماركو، ماريا يا ماركو سونا، عايز اقول هما شطار، هقول برافي ولا برافي؟ لا هقول برافي. ليه قلت اخترت جمع المذكر؟ لان جمع المذكر ده مش بس جمع مذكر اللي هم ذكور فقط، ده ممكن يشمل ذكور واناث، زي ما انت بتقول بالعربي كده اخواتي حلوين ولا اخواتي حلوات، انت بتقول حلوين. هم شاطرين ولا هم شاطرات، انت بتقول شاطرين، ولد وولاد وبنات مع بعض بتقول شاطرين، تمام كده؟ فهو الفكره ان لما بيبقى ولد وبنت او جمع بيجمع ما بين ذكور واناث، احنا بنختار جمع المذكر اللي هو برافي او اللي اخره ايه، علشان هنا الرجال قوامون على النساء. تعال اديك امثله. هنا مثلا لو انا عايز اقول له تزاينو الكوادرنو، وتزاينو ده مذكر، الكوادرنو والكشكول والشنطه الاثنين دول مذكر بالايطالي، سونو جراندي الاثنين كبار. طب بص هنا لا ماليا لا شارطه سونو روسي، هنا برضو نفس النظام الاثنين مؤنثين فديتهم جمع المؤنث. طب تعالى هنا كده ماركو كلاوديا، ماركو ذكر وكلاوديا انثى، ساعتها لما اجي احط الصفه اجمع الصفه على الذكور ولا الاناث؟ لا انا بجمعها على الذكور، سونو سيمباتيتشي. ليه؟ علشان قلت لك الرجال قوامون على النساء. حط لايك بقى الجماعه بتاعت رضوى الشربين هيزعلوا مني، انا مالي دي لغه، انا مالي وانا اللي اخترعت. طب بص هنا كده لا ماليا البنطلوني مؤنث ومذكر، ساعتها بقول بيكولي ولا بيكولا؟ لا بقول بيكولي. ليه؟ علشان هو الرجال قوامون على النساء، الذكور دايما هم اللي بيغلبوا في الجمع، فاخترت جمع المذكر علشان كده. طب دي كده بوينت بسيطه قوي. سؤالي هنا نفس السؤال اللي انا سالته لك فوق، هو ايه الفرق ما بين، نطلع فوق بس كده، هو ايه الفرق ما بين اولى بيلا راجاتسا بنت جميله وانا راجاتسا بيلا؟ ايه الفرق؟ امتى احط الصفه قبل وامتى احط الصفه بعد؟ هو في فرق؟ هقول لك سي في فرق. طب هو ايه كواليا ديفرنسا، هو ايه الفرق؟ هقول لك ان الفرق يا باشا، يقول لك في الايطالي لو انت عايز توصف حد صفه جسديه، حاجه في شكله
في خلقته في هيئته، ساعتها بترمي الصفة بعد الموصوف، بتحطها بعد. إنما لو أنت عايز توصفه حاجة معنوية بتحطها قبل. مش فاهم؟ تعال فهمك في الأمثلة اللي تحت، هتبقى واضحة أكتر من كده بكتير. بص يا باشا، هي صفة معناها حاجة قديمة، حد كبير كده يعني، تمام؟ لو أنا رحت قلت هنا كده أونفاكيو أميكو، قمت جايب الصفة رمياها قبل الموصوف، وهنا رحت قلت أون أميكو فاكيو، قمت رمياها بعد الموصوف. أنا كنت قايلة لك لما برميها بعد بيبقى قصدي حاجة فيزيكا، يعني حاجة في شكله في هيئته، حاجة مادية، تمام كده؟ فأون أميكو فاكيو هنا قصدي إن هو فاكيو كبير في السن، يعني أنسيانو، مسن، عجوز، فعشان كده أنا رميتها بعد. طب برميها كده قبل أون فاكيو أميكو؟ لا، أنا قصدي إن هو صديق قديم اللي هو عارفه من زمان، عارفه من فترة كبيرة. فيا عم لا، ده مش جديد علينا، ده صاحبي وحبيبي، ده قديم، ده فأون فاكيو أميكو معناه إن أنا عارفه من فترة كبيرة. أون أميكو فاكيو لا، ده صديق كبير في السن، تمام كده؟ اهو لو كونوسكو ده تانتو تيمبو، هنا انا ميكو انسيانو، ده انا تشير تايتا يعني سنه كبير. طب تعالى كده، انت مش فاهم المثل ده، تعالى فهمك في مثل تاني. اون التو ديريجنت، اون ديريجنت التو، هنا اون التو ديريجنت مش مجرد ان هو هيبقى مدير كده طويل، وهنا مش مجرد ان هو هيبقى مدير طويل برضو، اصل التو يعني طويل. لا يا باشا، انا لما جبت الصفه ورحت رمياها بعد الشخص ده معناه ان هو طويل، طويل القامه، طوله هو حد طويل، شخص طويل، وانا بيرسونا التا، تمام كده؟ يعني هو مش قصير، حد طويل، طويل القامه. طب لو انا رحت رمياها قبل الموصوف ونالتو دي ريجانت، لا انا قصدي ان هو ايه، او انا بوزيشن يعني ليه مكانه قويه، مكانته مرموقه. بص كده، وانا بيرسونا كديريجي ونازياندا، ده مانجر مش بس مدير كده وخلاص، لا، وانا بيرسونا دي التو ليفيلو، ام بوس، بص البيج بوس، ده البيج بوس بتاعنا لوي ونالتو دي ريجانت. مجرد ان انا رميت بس الصفه قبل اديتها معنى معنوي، رميتها بعد اديتها معنى فيزيكا، يعني هو طول، هو طويل، طويل القامه. فخلي بالك انت هترمي الصفه قبل ولا بعد. هو غالبا احنا علشان لما نبقى قصدين حاجه معنويه احنا بنحطها قبل الشخص اللي بنوصفه، لو حاجه ماديه بنحطها بعد الشخص اللي بنوصفه، بس مش دايما، يعني مع الجنسيات دايما بيبقى بعد. يعني مثلا لو انا عايز اقول ان الولد ده مصري او البنت دي مصريه، انجيلا يونا راجاتسا جيتسيانا، حطيت الصفه في الاخر اللي هو الجنسيه، ماريا ايون سينيوري ايتاليانو، برضو حطيتها في الاخر. فخلي بالك، وبرضو خلي بالك مع الشكل او مع اللون، تمام كده؟ او المادة برضو بكتبها دايما بعد الاسم، لا كاميتشا بيانكا، القميص الابيض، لا روزا جالا، الوردة الصفراء، برضو نفس الكلام بعد. هو الفكرة كلها لما بنوصف اشخاص ويعني جميل، ده مثلا قديم، ده مثلا طويل، ده مثلا مش عارف ايه، زي قالته هنا مش دايما جه معناها طويل، هو جه مكانته مرموقة. هنا فاكيو ما جاش ان هو حد قديم بمعنى ان هو قديم، انا اسفة، مسن قصدي، حد مسن، ده جه هنا معناه ان هو انا عارفه من فترة. فبس كده، ده درس الصفات، انت بتاخد بالك من البوينتس البسيطة دي، ويعتبر احنا كده خلصنا الدرس. اتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنساش تعملي لايك، انا بتعب جدا 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 في المحتوى ده، يا رب يفرق مع اي حد مش في مقدرته ان هو ياخد كورسات جرامر. واللي عايز ياخد معايا كورسات محادثه هيلاقي تفاصيل الكورس بتاعي في اول كومنت. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واشوفك يا رب في فيديوهات كتير باذن الله، تبقى دايما مبسوط ومستفاد مني. وتشاو، يلا بروسيما. انت نسيت اللايك، ها اتقل وحط لايك. باي. النهاردة عايزين نتكلم على أسماء الإشارة بالإيطالي. يعني إيه؟ إحنا عارفين إن أسماء الإشارة بالعربي اللي هو هذا، هذه، هاتان، هؤلاء، مش عارف إيه. لو أنا عايز أقول هذا الفتى، الولد ده، عايز أقول هذه الفتاة، المفروض إن أنا بتصرف إزاي؟ المفروض إن أنا بستخدم إيه؟ come posso dire la stessa frase ma in italiano. قال لي يا باشا ان الموضوع اسهل بكتير ومش هياخد مني 5 دقايق شرح، لان هم يعني ابسط من البساطه. خلينا اعرفك عليهم. انا عايز اقول لك زي العربي بالظبط هتلاقي الايطالي، بمعنى ان انا عندي المذكر لي شكل معين من اسماء الاشاره زي العربي هذا الفتى، المؤنث لي شكل اخر من اسماء الاشاره زي بالعربي هذه الفتاه، نفس النظام. حط لايك ويلا بينا نبدا الشرح. ما تنساش اللايك، ها هجيبك لو ما حطيتش. يلا بص يا باشا، انا عندي اي لغه في العالم فيها سينجولاري مفرد، بلوراله جمع، وسينجولاري بلوراله. هديك هنا امثله، خليك هنا في الجدول الصغير ده.
انا عندي بالايطالي علشان اقول هذا لمفرد مذكر راجل ذكر، بستخدم اكتر من شكل، كل شكل ليه حاله معينه، بستخدم كويلا يعني هذا، بستخدم كويلو برضو يعني هذا، وبستخدم كويل ابوستروفو او ابوستروف دي يعني برضو هذا. طب امتى استخدم دي وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ قال لي ديبند دالا parola che segue queste cose, queste cose scritte. يعني هي ليها علاقة بالكلمة che viene dopo، الكلمة اللي بتتبعهم، بتتبع الحاجات دي. يعني بمعنى لو انا جه بعد كويل دي بيجي هنا حاجة ممكن احط لها ال، زي ايه؟ زي راجاتسو، راجاتسو يعني ولد. فلو انا عايز اقول هذا الولد او الولد ده، ساعتها بقول كويل راجاتسو، يعني بيجي بعديها كلمة مذكر يعني بتقبل ال، وكويلو بيجي وراها كلمة بتقبل لو. اي حاجة بقى بتبدأ بلو، اللي مذاكر الالف واللام كويس ودرس الالف واللام هيبقى معايا حلاوة في الدرس ده. لو بيجي وراها حاجة بتبدأ بالاس ساكن، اس زائد ساكن، زي سكيرمو مثلا، شاشة، الاخ الاخ. لو انت حاسس ان انت تايه مش مجمع، ذاكر درس الالف واللام، هيظهر لك في الديسكريبشن بوكس بتاع الفيديو ده. عموما زي مثلا سكيرمو شاشة، فاجي هنا اقول كويلو سكيرمو الشاشة دي، تمام كده؟ شاشة هنا بالمذكر بالايطالي، تمام، ماليش دعوه بالعربي. طب بالنسبة لكويلا بوستروفو، بيجي وراها حاجة بتبدأ بحرف متحرك، يعني مثلا لو انا عايز اقول اميكا، اميكو هذا الصديق، فيقول كويلا اميكا. حاسس برضو ان انا مش مجمع، طبيعي ان انت ما تجمعش. تعال نشوف امثلة علشان خاطر تحس ان الدنيا زي الفل. بص كده يا باشا، كويل فيستيتو، فيستيتو دي تقبل الالف واللام الايه العادية، ممكن اقدر اقول الفيستيتو الموضوع يمشي زي الفل، فساعتها فيستيتو، فساعتها استخدم كويل. طب هنا كويلو زاينو، زاينو من الحاجات اللي بتاخد لو كأداة تعريف، عشان كده انا قلت ممكن اقول لو زاينو اللي هي الشنطة، ولما اجي استخدم اسماء الاشارة بيبقى بستخدم اسم الاشارة ده كويلو. طب بص كده كويلو رولوجو، ده برضو مذكر معناها ساعة، بيبدأ بحرف متحرك، فبالتالي استخدمت كويلو بوستروفو اللي هي اسم من اسماء الاشارة المناسب للمذكر اللي بيبدأ بحرف متحرك. طب كده بالنسبة للثلاثة دول المذكر، تعالى كده نشوف المؤنث شكله عامل ازاي. بس قبل ما اشوف المؤنث تعالى نشقلب ونقلب حاجة بسرعة. هو بالنسبة لهذا، هذا هذا في الجمع شكله بيبقى عامل ازاي؟ في الجمع يا باشا كويل بتتحول لكوي، بمعنى دي بيجي وراها مفرد مذكر بيقبل ال، دي بيجي وراها جمع مذكر بيقبل الالف واللام اللي اسمها ايه، لان انت لو مذاكر درس الالف واللام برضو هتعرف ان ال بتتحول في الجمع الايه. يعني لو عايز اقول ال راجاتسو الولد، لو عايز اقول الاولاد يبقى ايه راجاتسي. لو حاسس انك تايه بكرر تاني ذاكر الدرس بتاع الالف واللام، هحطه لك في الديسكريبشن بوكس، ورجع لي هنا الدنيا هتتظبط على الاخر. بص كده كويلا دي بتتحول في الجمع كوي، كوي يعني لو انا عايز اقول هؤلاء الاولاد بتبقى كوي راجاتسي، نفس النظام. واقدر لو عايز اقول ايه الاولاد بتبقى ايه راجاتسي، اهي مكتوبة هنا، فاحنا كده ما اختلفناش. تعالى بقى عشان ايه نمسح خرائط التدفق اللي احنا عملناها دي عشان الدنيا تبقى رايقة. تمام، خلينا نكتب بالاسود. بصوا يا شباب، فهنا كوي هنا بتقبل كلمة بتيجي وراها تبقى جمع مذكر وبتقبل أداة التعريف إيه، الألف واللام إيه. طب بالنسبة لكويلو سكيرمو، لو عايز أقول ده كده هذه الشاشة، الشاشة مذكر في الإيطالي فعشان كده قلنا كويلو. طب لو أنا عايز أجمعها، كويلو دي بتتقلب لكويلي، تمام كده، وسكيرمو بتبقى سكيرمي. إذا ده معناه إن كويلي دي بيجي وراها أداة التعريف لو في المفرد وجمعها ليه، فده معنى ان كويلي بيجي وراها كلمة جمع مذكر بتاخد اداة التعريف ليه، زي لسكارمي. طب هنا كده كويلا بوستروفو في الجمع بيبقى شكلها ايه؟ نفس النظام، كويلي نفس النظام. طيب تعالى نشوف امثلة كده، تعالى نشوف امثلة. بص كده هنا معايا، بص معايا، كويل فيستيتو في المفرد بقت كوي فيستيتي في الجمع، اهو كوي جي وراها ك
كلمة جمع بتقبل ألف واللام على شكل إيه للجمع المذكر. طب كوالو تزاينو بقت كوالي تزايني، اهي كوالي تزايني جي وراها برضو نفس النظام، كوالي بيجي وراها كلمة بتقبل ليه كأداة تعريف بس كده. اي حاجة بتقبل ليه كأداة تعريف بتبقى كوالي. حتى بص واخدة منها فيها ازاي اهو، حتى التركيبة بتاعتها منها فيها اهي. طيب دي كده بالنسبة لأسماء الإشارة للمفرد والجمع المذكر. طب تعالي كده للمفرد المؤنث والجمع المؤنث، سهلين قوي قوي قوي، هما اتنين. المفرد المؤنث بتبقى عايزة لها لون فوكسيا كده، بينك روزا أو فوكسيا فوشيا، كويلا عسل قوي، كويلا يعني هذه بيجي وراها كلمة بتقبل الألف واللام اللي هي اسمها را زي راجاتسا. فلما انا بقول لراجاتسا البنوتة، لو عايز اقول هذه الفتاة بتبقى كويلا راجاتسا. وكويلا بوسترفو برضو كلمة مفرد مؤنثة بتقبل الالا بوسترفو، يعني حاجة بتبدأ بمتحرك، انت المفروض تبقى فاهم الموضوع ده. زي مثلا ايه، تعال نشوف الامثلة. بص هنا كده، كويلا ماليا اي حاجة بتقبل لا لا ماليا، ولو عايز اقول كويلا ماليا الاتنين زي الفل. لاماليا دي اداة تعريف، كويلا ماليا هنا معناها كاسم اشارة اللي هي هذه. طب هنا كويلا دايا نفس النظام، حاجة بتقبل الالف واللام اللي هي على شكل الا بوسترفو، لان هي بتبدأ بحرف متحرك. كويلا دايا بنقولها لدايا الفكرة اهي. طب لو عايز اقول هذه الفكرة بتبقى كويلا دايا. طب في الجمع بقى كويلا دي بتبقى ايه؟ كويلا بتبقى كويلا، وكويلا بوسترفو بتبقى برضو كويلا. ايه ده، واو، ده الموضوع سهل جدا، اسهل مما تتخيل. يعني كويلا دي للجمع المؤنث يا باشا، جمع مؤنث تمام، ليه اي جمع مؤنث بيقبل ليه عموما. فهنا لماليا بالالف واللام، كل ماليا كاسم من اسماء الاشاره، وكمان كويلا برضو بتقبل عادي جدا جدا الكلام اللي بادئ بحرف متحرك، فبرضو كويلا اداه. يعني من اخر اسماء الاشاره للمؤنث الجمع هي كويلا فقط. المؤنث المفرد واخد شكلين، كويلا لو جه كلمه عاديه مؤنثه، كويلا بوسترفو لو كلمه بتبدا بحرف متحرك. والحروف المتحركه طبعا انت المفروض تبقوا عارفينها اهي، والاخر الاو اهي كده اهي، ا ا او اي او، زي الحروف المتحركة في الإنجليزية. دي كانت أسماء الإشارة بمنتهى السهولة واليسر، أسهل من كده مفيش. متنساش تحط اللايك بقى، وهحط لك تدريبات على الدرس ده. متنساش ان انت لو عايز تسألني على الكورسات بتاعتي هتلاقي في اول كومنت تفاصيل كاملة الكورسات بتاعتي. انا بدي كورسات محادثة بس، اي حاجة جرامر بنزلها مجانا على اليوتيوب. اشوفكم في الفيديو الجاي، تشاو، يلا بروسيما. حابة اوضح حاجة صغيرة كده قبل ما ابدأ، بس الفيديو ده مناسب لتلات فئات. واحد متسوح في اولى ثانوي عام ايطالي، ما يعرفش اي حاجه، بطيخه ميح، مفيش حاجه خالص، كان بيذاكر ولا اي حاجه، وحابب ان هو ينقذ ما يمكن انقاذه. فما تقلقش، انا اشرح لك كل حاجه من الاول في الفيديو ده في اقل من ساعه. تاني فئه، واحد كان بيذاكر وحابب يعمل مراجعه وفي حاجات كتير واقعه منه عايز يظبطها او حاجات بسيطه، ما تقلقش برضو. وتالت فئه بقى، لو انت منيح ما تعرفش اي حاجة في اللغة الايطالية وحابب انك تتعلمها ببلاش، عندك بديلك كورس اولى ثانوي عام ببلاش، فاستمتع. كده اللغة الايطالية دي زي اي لغة في الدنيا، بمعنى بتبدأ بالحروف. علشان تتعرف على اي لغة لازم تعرف حروفها، زي عندنا كده العربي الف ب ت س، الانجليزي اي بي سي دي، الايطالي نفس الطريقة بالظبط. فيلا بينا نعرف اول حاجة، مش تاخد مني دقيقتين، هي الحروف الايطالية. وركز معايا جدا في نطق علشان تتعلم تنطق صح. ا بي تشي دي A F G H I L M N O P Q R S T U V Z.
بس كده خلصنا، هي دي الحروف الإيطالية. ايه ده، بس في حروف تانية انت ما نطقتهاش. قصدك الحروف اللي بالانجليزي نقول عليها جي كي ودبليو واي والكلام ده؟ اصل دي حروف مش إيطالية. اذا الحروف الدخيلة دي هي اللي بننطقها بالانجليزي جي كي دبليو اكس واي. نفس النطق بتاعها ايطالي، الجي بتبقى ايلونجا، الكي بتبقى كابا، الاكس بتبقى اكس، والواي بتبقى ايبسيلون، والدبليو بتبقى دوبيافو. بس كده، كده خلصنا اول حاجه المفروض نعرفها، الا وهي عرفنا ننطق الحروف الايطاليه. تعال انطق لك الحروف كلها بالايطالي كده بغنوه حلوه. ا بي سي دي اف جي ا كا اي ال ام ن او بي Q R S T V Z. Ora sai il mio ABC. Spero la prossima volta lo canterai così. اللغة الإيطالية أسهل مما تتخيل. أصلاً هلملك الترم الأول ده في تلت ساعة 30 دقيقة بكتير خالص. أنا عايزك بس تنصت وتركز وكل حاجة تبقى زي الفل. أنا أصلاً جاي أحكي لك حواديت. وما أنت مفكر إيه؟ Sono venuta solamente qua per raccontarti delle storie. Ti dammiretta andrà tutto benissimo. احنا كده طلعنا اول سلمة في تعلم اللغة الايطالية، الا وهي عرفنا الحروف بتتنطق ازاي وشكلها عامل ازاي. تعالى بقى علشان نطق الحروف دي لما بننطقها صح بنتعلم ننطق ايطالي صح. فنطلع السلمة التانية اللي هي ايه؟ الضماير. عمرك شفت لغة ما بتقدرش تستخدم فيها ضماير؟ مفيش. العربي انا بستخدم الضمائر، انا انت انتي هو هي. في الانجليزي بستخدم برضو الضمائر اي وي. تعال اقول لك الضمائر في اللغه الايطاليه شكلها عامل ازاي، وركز في الشكل والنطق. بس دوس لايك للفيديو الاول، ما بستخسرش فيك وقت، ده احنا داخلين على ايام بص. ولو شايفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو وفعل الجرس كده. خلينا نشيل بعض ويلا بينا نبدا. اعمل اللايك. ها هنا الضمير انا اسمه ايو. ايو يعني انا. ايو مش ايو مش ايو، لا اسمها ايو. ايو انا، تو انت، لوي ولي هو وهي، نوي نحن، فوي انتم، لورو هما او هن. اعرف الضمائر وبارك الله فيما رزق وكده خلاص. لا، تعال اقول لك ازاي نوظف الضمائر دي. في فعلين مهمين جدا احنا كمترجمين ايطالي بنقول عليهم لا كولونا ديلا لينجوا ايطاليانا، شوية عمود اللغه الايطاليه. اهم فعلين في الايطالي وهتعرف معايا قدام ليه. الفعل الاول هو فعل اسارا يعني يكون، والفعل الثاني هو فعل avere يعني يملك. وطبيعي انت من الترجمة فهمت هم مهمين ليه. بذمتك essere يكون، مش انا بقول انا اكون، انت تكون، هو يكون، هي تكون. فمهم جدا في توظيفه، ده غير بلاوي تانية مستنياك. فعل avere يعني يمتلك، انا املك، انت تملك، هو يملك، هي تملك. فبرضه مهم وشائع واستخداماته مش بس كده، ده ليه استخدامات تانية كتير. طب تعالى كده اقول لك حاجة، الفعلين دول شاذين في اللغة الايطالية، فبحفظ تصريفاتهم كده. استامبا مع ايو بيبقى شكل الفعل كذا، مع تو بيبقى شكل الفعل كذا، مع لوي ولي بيبقى شكل الفعل كذا. فانت مش بتبذل مجهود فيه، هو انت بتحفظه استامبا كده وبتتعامل معاه بالمنظر ده. تعالى كده اوريك شكلهم بالايطالي. Io sono. أنا أكون. Io sono Angela. أنا أكون أنجلا. أنت تكون أحمد. Tu sei أحمد. هي تكون فاطمة. Lei è فاطمة. شفت الدنيا سهلة ازاي؟ تعال أقول لك التصريفات. مع io بيجي sono. Sono معناها أنا أكون. مع tu بيجي sei. ساي معناها انت تكون. مع لوي ولي بيجي ايه معناها هو وهي تكون. مع نوي بيجي سيامو نحن نكون، ومع فوي بيجي سياتا انتم تكونوا. مع لورو بقى بيجي سونو هم يكونوا. وهنعرف نوظف الكلام ده كويس قوي لما حد يقول لي كومي تي كيامي، يعني ما اسمك باللغه الايطاليه؟ فانا هقول له ايو سونو الاء، انا اكون الاء. تعالى للفعل اخوه بقى، تصريفاته كالاتي. او اي
مالك يا تويه يا ولد. او اي ا ابيامو افيتي انو. مع ايو بتبقى او انا امتلك. انا معايا قلم ايو او ونا بنا. حد يقولي يا انجيلا انتي كاتبة اتش، هو انتي ليه ما نطقتهاش هو؟ انا عايز اقولك ان الاتش او الاكا في الايطالي حرف هفأ ما بيتنطقش، اسمها او، دي اسمها اي، دي اسمها ا. ليه؟ لان انت بتلغي وجود الاكا في حياتك. انا املك ايو او، انت تملك تو اي، لوي ولي يملكوا لوي ا او لي ا، نحن نملك نويا بيامو، انتم تمتلكوا فويا فاتي، لورو انو يعني هم يمتلكوا. تعال اديك مثال على اهمية فيرب وفيري او فعل فيري في اللغة الايطالية. لما حد يقول لي هو انت عندك كم سنة؟ كوانتي يعني اي، اجي ارد عليه واقول له انا عندي 23 سنة، او 23 عني، ايو او 23 عني، انا عندي 23 سنة. طب احنا كده طلعنا السلمة التانية في اللغة الايطالية، تعالى كده نطلع السلمة التالتة الا وهي سلمة الاسماء. مصر انت علشان تعرف بديهيات اللغة لازم تبقى عارف الحروف وبعد كده افعال مهمة بتصرفها وبعد كده تنقل على الاسماء. الاسماء في اللغة الايطالية بقى حدوتها هحكيها لك وانا قاعدة من غير ما اكتب. انت عندك في اي لغة في الدنيا مذكر مؤنث مفرد جمع، صح؟ من غير اي مجهود. المذكر في الايطالي غالبا، ما بقولش دايما بقول غالبا، بيبقى اخره او، زي راجاتسو. راجاتسو يعني ولد، صبي يعني ولد، بوي. والمؤنث في الغالب بيبقى اخره ا، راجاتسا بنوتة. اذا المذكر في الغالب بيبقى اخره او والمؤنث في الغالب بيبقى اخره ا. طب تعالى كده نشوف القاعدة. والله القاعدة بيقول لي ان الكلمة لو مذكرة في اللغة الايطالية غالبا لما باجي اجمعها بحول الاو لاي، اللي هو اللي احنا بنقول عليها او في الانجليزي يعني عشان ما تتلخبطش. فبدل راجاتسو يعني ولد بقت راجاتسي اولاد. وبتقول برضو اني بحول الا ل اي، اللي هي حرف الاي في الانجليزي عشان ما تتلخبطش. الا ل اي بدل راجاتسا بقت راجاتسا. اذا هو ده المفرد والجمع، ما فيهوش اي افتكاسات. في الغالب المذكر بيبقى اخره او والمؤنث بيبقى اخرها ا. الاو بتتقلب ل اي بدل راجاتسو تبقى راجاتسي في الجمع ولد واولاد، والآ بتتقلب لايه بدل راجاتسا بتبقى راجاتسي يعني بنت وفتيات. هو ده. طب تعالى اقول لك على الحاجه الشاذه، اللغه الايطاليه مليانه حاجات شاذه. ايه هي بقى؟ كلمه زي كيافه اخرها ايه؟ لا اخرها او ولا اخرها ا. طب دي مذكره ولا مؤنثه؟ معرفش، انت بتشوفها في اللغة ايه وبتتعامل معاها. لان الكلمات الايطالية اللي اخرها ايه انت بتشوفهم هم بيعملوها كمذكر ولا مؤنث وبتحفظها اسطمبة. والدليل على كده كلمة كيافي يعني مفتاح. كيافي دي على فكرة مؤنثة مع ان اخرها ايه. طب تعال اقولك على كلمة تانية، كلمة كاني يعني كلب. كاني دي اخرها ايه؟ بس مذكرة. فانت مش قاعدة الكلمات اللي اخرها ايه، يا بتبقى مذكرة يا بتبقى مؤنثة، بتحفظها في لغتهم وبتاخدها زي ما هي كده. بس المطلوب منك انك تعرفوا ان الكلمة ان الاسم لو اخره ايه بيتحول في الجمع الاي، سواء كاني هتبقى كاني وهي مذكرة، وسواء كيافي هتبقى كيافي وهي مؤنثة. بس كده خلصنا الاسماء. وما انت فاكر ايه؟ موضوع سهل جدا والله. انا لسه مدياك دلوقتي الاسماء. عايزه اقول لك ان اللي قلته على الاسماء بينطبق برضو على الصفات في اللغه الايطاليه، بمعنى ان صفه زي برافو، برافو دي يعني مش برافو برافو، لا ده عندنا في العربي. في الايطالي برافو يعني الشخص ماهر، شخص شاطر. فلما باجي اوصف حد واقول الولد ده شاطر بقول كويستو راجاتسو اي برافو. ثانيه واحده،
انا عايز الفت نظرك لحاجة، ان الصفة برضو اللي بيبقى اخرها او بتبقى مذكرة، ولما بتتجمع بتبقى اي زي برافو برافي، شبه نفس القاعدة على فكرة اللي شرحتها لك في الاسماء، فاكر راجاتسو راجاتسي؟ دي نفس النظام، الصفات نفس الطريقة. وبرافا للبنت اللي هي شاطرة، تمام كده، جمعها برافي اللي هو الأ اتقلبت لإيه. هو ده بس اللي كنت عايزة اقوله لك في الصفات، زيها زي الاسماء. وبالنسبة للصفة اللي اخرها ايه، انت اللي هتجاوب، لما بجمعها بتتحول لايه؟ لإيه، زي انتليجانتا يعني ذكي، بتبقى انتليجانتي يعني اذكياء. على فكرة احنا قربنا نخلص من هيك سنة اولى الترم الاول، هطلع لك على السلمة الرابعة الا وهي انت اللي هتقول. انا دلوقتي بعلمك لغة جديدة، علمتك الحروف ازاي، علمتك الصفات، علمتك المذكر والمؤنث شكله بيبقى ازاي، فاضل ايه؟ برافو عليك. الالف واللام ادوات النكره وادوات المعرفه وبس، شكرا على كده، سهله جدا. نبدا بادوات المعرفه. يعني ايه ادوات معرفه؟ هقولها لك بالعربي، انا عايزه اعرف حاجه بحط لها الف ولام. في فرق لما بقول تلميذ والتلميذ، كلمة تلميذ دي يعني انا قصدي اي تلميذ، qualsiasi persona، cioè non ho indicato una persona precisa، انا ما حددتش شخص معين. انما لما اقول التلميذ io intendo una persona speciale، انا قصدي شخص معين، شخص خاص بالنسبة لي، خصصته بالالف واللام. فلما اقول تلميذ ده معناه ان انا قصدي على اي تلميذ في الدنيا، انما لما اقول التلميذ فانا قصدي على شخص معين. ايوه هو انت اللي بتتفرج عليها ومحطتش لايك للفيديو ومشتركتش في القناة، حط لايك باش نعدي الدنيا. طيب الالف واللام في اللغة الايطالية مش زي العربي. العربي بحط الف ولام وبارك الله فيما رزقك، الانجليزي بحط ذا وبارك الله فيما رزقك، الايطالي مختلف، حواراته كتير. عندي لو الكلمه مذكره بتاخد الف ولام بشكل معين اسمها ال، لو الكلمه مؤنثه بتاخد الف ولام بشكل معين اسمها لا. هو المذكر ليه الف ولام والمؤنث ليه الف ولام. ايوه ركز معايا بقى عشان سهله جدا، انا قايله لك ان راجاتسو ده اسم مذكر بحط له ال، الالف واللام بتاعته ال، شبه الالف العربي كده اللي هو الولد هم عندهم ال راجاتسو. طب لو البنت راجاتسا، لو عايزه احط لها الف ولام، شكل الالف واللام بتاعها بيبقى اسمه ايه؟ لا راجاتسا. طب تعالى كده اجمعهم، ال راجاتسو يعني الولد، لما اجي اجمعها ال دي بتتقلب لاي، وطبعا راجاتسو بتبقى راجاتسي زي ما خدنا عادي. لا راجاتسا، لا دي تتحول يبقى شكلها لي في الجمع المؤنث، فلا راجاتسا يعني الفتاة. لما اجي احولها للفتيات واجمع الكلمة، طبعا انا شرحت لكم ان راجاتسا بتبقى راجاتسي عادي، لا بتبقى لي بس كده. اذا الالف ولام ابسط اشكالها ال ولا، ده كده مفرد مذكر مفرد مؤنث، اي ولا جمع مذكر جمع مؤنث. في اشكال تانية بس انت عارف الاربعة والباقي هيبقى سهل بالنسبة لك. مش احنا كنا متفقين ان الكلمة المذكرة زي راجاتسو اللي هو الفتى بحط له ال؟ اللغة الايطالية فيها شوية حوارات، يعني ممكن تلاقي كلمة مذكرة تانية بتاخد له بس في حالات معينة، فانا هشرح لك له، تمام كده. انا عندي لو الكلمة الايطالية بتبدأ بتزاتا اللي هو الزت، مش بتاخد ال، بتاخد لو، زي لو زاينو، زاينو يعني شنطة. هل الاسم لما بيبدأ بالزيتا او الزد بحط له لو بس؟ لا، لو دي بتيجي مع حاجة تانية احنا بنقول عليها سيكياما ايطاليانو، سيكياما احنا بنقول عليها سيكياما نيلا جراماتيكا ايطاليانا، اسم بورا، اسم بورا. خلينا سهلها لك، لو الاس جه وبعديها حرف ساكن، زي طالب، انت طالب، تو ساي ستودانت، انت طالب. كلمة ستودانت ده اس وبعديها حرف ساكن اللي هو تي، مش بتاخد ال، بتاخد لو. اذا لو اللي انت شايفه قدامك ده، خليك عارف ان هو بيجي مع شكلين من الكلمات، الكلمة اللي بتبدأ بتزاتا زي زاينو زي زو
أو الكلمة اللي بتبدأ بأس وبعديها حرف ساكن زي ستودانتا. بس خلي بالك إن لودي بتاعت المذكر بس، عشان نبقى متفقين إن لودي بتيجي مع المذكر بس، محدش يحطها لي مع كلمة مؤنثة زي كلمة ستودنتاسا. ستودنتاسا دي مؤنثة بتاخد لام، ماليش دعوة، دي معناها طالبة. اللودي بتاع المذكر عشان لو جاتك في امتحان اللودي بيجي وراها مذكر. اللهم بلغت اللهم فشل. في شكل تاني طب رخم زي اللو كده من ادوات التعريف، ال ابوستروفو. ليه ال ابوستروف دي يا باشا؟ بتيجي لو الكلمة بتبدأ بحرف متحرك. خليني مثلا اديك مثال وانت هتعرف اني معايا حق والله، والايطاليين معهم حق ان هم اخترعوا ال ابوستروفو دي. اي كلمة مذكرة مؤنثة بتبدأ بحرف متحرك بستخدم لها ال ابوستروفو. اسمع كده، صديقة بالايطالي اسمها اميكا. مش انا كنت قايله لك ان الالف واللام في الايطالي اسمها لا بتيجي مع المؤنث؟ طب تعالى كده هركبها واقول لا اميكا، هيطلع لك الشلل في بقك مش هتعرف تكمل الجمله. لا ميكا، ما في خلاص مش عايزه تتنطق. فهم اخترعوا لك الا بوستروف دي علشان تبقى لاميكا، لاميكا على طول خلاص. وعلى فكره برضو لو الكلمه مذكره وبتبدا بحرف متحرك بتحط الا بوستروف بس كده. ادوات التعريف خلصت وسهله جدا، هختصرها لك. ايه اللي بيجي وراها مفرد مذكر؟ لا بيجي وراها زي il ragazzo، لا وراها مفرد مؤنث زي la ragazza معناها الفتاه، ولما بيتجمعوا بتبقى i ragazzi و le ragazze. وبالنسبه لذات التعريف رخم شويه زي لو، دي وراها مفرد مذكر بيبدا بالذات او باس وبعديها حرف ساكن. وبالنسبه لال ابوستروفو دي بيجي وراها على طول كلمه بتبدا بحرف متحرك زي اميكو واميكا زي ما شرحتها لك، سهله جدا. خلاص خلصنا من ادوات المعرفه، مش عايزين نجيب سيرتها تاني. تعالى اقولك بقى على عكسها، ادوات النكره. لما انا بقول تلميذ انا قصدي اي تلميذ، انما لما بقول ايه التلميذ انا قصدي شخص معين. خلينا بقى في ادوات النكره. زي عندي ليها اشكال كتير، انا عندي في العربي النكره ما بحطلهاش حاجه، تبقى نكره ايه نكره ملاش ولا الف ولا لام ولا نيله. الايطاليين بقى بيحبوا يجودوا. عندك الكلمه لو مفرد مذكر بتاخد اون اون، هشرح برضو على نفس الكلمه راجاتسو، اون راجاتسو يعني ولد. طب لو مؤنث بتبقى اونا، اونا راجاتسا يعني بنت. طيب محدش يقول لك معهم النكره ما بتتجمعش، علشان محدش يقول لي الجمع لا في النكره ما بتجمعش هتفضحونا. طيب طب في اشكال تانية للنكره؟ في اشكال تانية، هما شكلين زياده بس رخمين شويه. فاكرين اللون اللي شرحتها لك في ادوات المعرفه اللي زيها اسمها اونو، بمعنى لو الكلمه بدات بتزيتا او بدات باس بعديها حرف ساكن زي تزاينو، عايزه اقول شنطه مش الشنطه. لو قال شنطه تبقى لو تزاينو. طب لو شنطه نكره بقول اونو تزاينو. طب لو ستودنت اللي هو طالب اس وتي اللي هو اس وحرف ساكن بقول اونو ستودنت. يلا بينا بقى علشان نبدا دلوقتي الترم الثاني. شباب انا حابه ابدا لكم الترم الثاني بحاجه يقال عليها ان هي ناقصه يا ضنايا، لاني مقدرش اعتمد على الافعال دي في جمله لوحدها، مش هتديني معنى كامل. هضرب لك مثال، انا عايز واسكت. ايوه انت عايز ايه يا فندم؟ انت عايز ايه برضه؟ انا مش فاهم. انا استطيع واسكت. ايوه انت تستطيع ايه برضو؟ فهمني. ما هي دي بقى الافعال الناقصه اللي انا بقول لك عليها، هي افعال محتاجه فعل في المصدر وراها يكمل المعنى. انا عايز اكل كده المعنى كمل، انا استطيع ان اشرب كده المعنى كمل الى اخره. تعالى بقى اعرفك على الافعال دي ماين ايتاليانو باللغه الايطاليه. اول فعل عندي هو فعل فولارا. فولارا يعني، وهو من الافعال الشاذة، فبالتالي انا بحفظ التصريفات بتاعته استنبه زي ما هي قدامي كده. io voglio، tu vuoi، lui او lei vuole، noi vogliamo، voi volete، loro vogliono. وده معناه انا اريد. خليني اضرب لك مثال كده، per esempio
ايوه فيو منجاري فيو باري، انا عايز اشرب عايز اكل، فبالتالي المعنى ما كملش. لو قلت ايوه فيو بس دي معناها انا عايز وسكت، انا عايز ايه فيو منجاري عايز اكل كده المعنى تم. طب تعال اقولك على الفعل التاني هو بوتيري، بوتيري يعني يستطيع. خليني اصرفهولك، انت بتحفظ تصرفاته زي ما هي، خلي بالك. ايو بوسو انا استطيع، تو بوي انت تستطيع، لو يولي بو، محدش يقول لي بو اسمها بو علشان في اتشينتو على اخر حرف، حرف الاو مش مرسوم دورية وساكت كده، لا الاو عليها اتشينتو فلازم اتك على الكلمة عشان انطقها صح. نوي بوسيامو، فوي بوتيتي، لورو بوسونو. الفعل الثالث من فيربي مضالي هو دوفيري، دوفيري يعني يجب. انا مش هينفع اقول انا يجب واسكت، لازم فعل يكمل معنى الجمله بتاعتي. انا يجب ان ادرس، انا يجب ان اذهب الى الجامعه، الخ الخ، فبالتالي محتاج جنبه فعل في المصدر. تعال اصرف معاك دوفيري، ايو دافو، تو دافي، لوي ولي دافا، نوي دوبيامو، فوي دوفيتي، لورو دافونو. بس انت بتحفظ الثلاث افعال دول استنب كده بتصرفاتهم، واول ما تشوف الفعل ده لازم تختار وراه فعل في المصدر وانت مغمض. كوميت يو داتو كي كويستو تيبو دي فيربي ديفي اكومبانياري ان الترو فيربو مع الانفينيتو، نو؟ دلوقتي بقى خليني اكلمك بشكل سريع شويه عن ادوات الاستفهام. انت مش بتبذل فيها اي مجهود يا باشا، انت بتحفظها وبتبتدي ان انت تتعامل بيها. اداة الاستفهام دي معناها كذا، اداة الاستفهام دي معناها كذا، ودي معناها كذا، وبتتعامل. يلا بينا عشان هشرحهم لك دلوقتي سريعا. بصوا ده الموجود في الكتاب الخارجي اللي بعته زميلكم عبد الله، بشكره عموما يعني قبل اي حاجه. خلينا نبدا باول اداة استفهام هي كومي. كومي يعني كيف، وبوظفها في جملة كومي تيكيامي يعني ما اسمك، أو كومي ستاي يعني كيف حالك. تاني أداة استفهام هي دوفا يعني أين، بوظفها في جملة دي دوفي ساي يعني أنت منين، أو دا دوفي فياني أنت جاي منين برضو. بعد كده في كي اللي هي من، لما بقول كون كي يعني مع من، دي كي يعني لمن، وك يعني ما او ماذا. هي سهلة جدا ادوات الاستفهام في الايطالي، حرفيا سهلة مية، هو انت بتحفظ الكلمة وترجمتها بس بحيث ان انت تفهمها في الجمل. كي ما او ماذا، زي كي لافورفاي شغلك ايه، دا كوانتو تيمبو هنا يعني منذ كم من الوقت، بير كوانتو تيمبو يعني لمدة كم من الوقت، كون كوالي ماتزو يعني بأي وسيلة انت خدت المواصلة دي. وبعد كده في الأداة التانية اللي اسمها كوالي، دي بيجي بعدها مفرد، وكوالي بيجي بعدها جمع، كوانتو يعني كم، زي هاو مات زي هاو ميني سوري بالإنجليش اللي هي للعدد، كوانتي يعني كم عدد السنوات، يعني انت لو عندك كم سنة بقول كوانتي يعني عندك كم سنة، كوانتو كوستا اللي هي هاو ماتش بالانجلش اللي هو البرايس بسأل على السعر، كواندو يعني متى، بركي يعني لماذا، كيوريسونو دي هناخدها بالتفصيل في الفيديو ده، كم الساعة، اكيورا برضو، وكيكوزا يعني ايه. جهزوا علشان انا دلوقتي على وشك ان انا اشرح درس معقد الطلبة الجامعيين والخريجين والمترجمين قبل ما يعقد طلبة ثانوية عامة. هو البريبوزيشن ان ايطاليانو دا فوي يعني سونو تروبو سامبلشي، يعني مش معقدين قوي سهلين، فركز معايا علشان هو حرفيا هشرحها لك بابسط طريقة ممكن تشوفها في حياتك. شاير الفيديو مع اي حد من ثانوية عامة عشان هيدعي لي وهيدعي لك. نبدأ بأول حرف في العيلة المالكة ألا وهو بريبوزيشن، او حرف جر بشوفه في اكتر من لغه، في الايطالي منور، في الانجليزي ماله، الخ الخ. هو بريبوزيشن ان، ان هنا في اللغه الايطاليه معناها في، زي الانجليزي بالظبط. تعالى كده نشوف استخداماته. هي بريبوزيشن ان ده يقول لك انا حد تقيل في نفسي، يعني هتلاقيني باجي في اكتر من استخدام وشكل، في المواصلات مش هقصر، في الاماكن وماله، في البلاد قوي قوي.
تعالى كده شوف في المواصلات بستخدمه ازاي. عايز اقول في الاتوبيس بقول ان اوتوبوس، عايز اقول في العربيه بقول الماكينة، لو عايز اقول مشيا على الاقدام هاجي هنا وهعترض، ما بقولش ان، بقول ابيدي. طب وبالنسبه للاماكن، انشنترو كوميرتشالي انا في المركز التجاري، او انشنترو دلا تشيتا انا في وسط البلد. طب انا عايز اقول انا في انا في الصيدليه انفارماتشيا، ان بتاخد اماكن عادي جدا. طب تعالى اقول في البلاد، انا عايز اقول ان انا في مصر اني جيتو، طب انا في ايطاليا ان ايطاليا، وخد بلاد من اللي قلبك يحب. بعد مرتبه ان، لان ان ده بالنسبه لنا البيج بوس، بعده على طول بيبقى ومعناه في بس للاماكن الصغيره شويه، لا يعني المدن المحندقه دي. لو بلاد بقول ان، في مصر اني جيتو. طب بالنسبه لمثلا لو انا هقول في روما بقول اروما، يعني المدن والاماكن المحندقه دي بتاخد انما البلاد بتاخد ان. طب هي بتاخد اماكن تانية؟ لو انا عايز اقول ان انا في البيت بقول اكازا، لو انا عايز اقول في المدرسه بقول اسكولا. في شويه اماكن كده بتاخد وبحفظهم اسطمبه ان هي بتاخد مفيش قاعده، هي كده بتاخد لو انا في المسرح بقول تياترو، طب لو انا في حفله بقول ادونا فيستا، الخ الخ. فهي بس رخامتها في حفظها الكتير، ان انت بتحفظ ان في اماكن معينه بتاخد ان وفي اماكن تانية بتاخد وعايز اقول لك ان ليها معنى تاني لهو خافي شويه، يعني بيجي وراها مصدر، عامله زي اللهو الخافي كده، في افعال معينه مرتبطه بيها زي فعل انداري. يعني انا لو عايزه اقول انا رايحه العب مثلا كوره، فادو جوكاري الكالتشو. طب لو انا عايزه اقول انا رايحه اكل، فادو مانجاري. طب لو انا عايزه اقول انا رايحه ازور صاحبتي، فادو فيزيتاري مي اميكا. كمان مرتبطه بفيربو انداري. طب وبالنسبه للبريبوزيسيوني اسمه ال، قال ده على فكرة هو بس محطوط له ألف ولام. أيوة، مش أنا شرحت لك درس الألف ولام وأدوات التعريف، وقلت لك إن إل أداة تعريف، ما هي قال دي عبارة عن زائد إل، وقلت لك إن إل دي أداة تعريف بيجي وراها مفرد مذكر. فلو أنا رايحة السينما مش بقول فادو تشينيما، لا تشينيما دي أصلا مذكر في إيطاليا، دي مذكر فاسمها إل تشينيما. طيب أنا ما ينفعش أقول فادو إل تشينيما، فاختصارا دمجوها بتوع الجراماتيكا وسموها أل، فادو تشينيما، تشينيما في رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ لا لا لا، مش عاجبني المثل ده، أنا أشرح لك بمثل تاني عشان لو ما فهمتش. أنا رايح المطعم، المغرب هتأذن أهو وأنا رايح المطعم، بقول فادو والمطعم اسمه إل ريستورانتي. إيه ريستورانتي يعني المطعم، ما ينفعش أقول فادو إل ريستورانتي. قلت لك وإيه اللي اسمها أل، دمجوها علماء الجراماتيكا وسموها أل، فبدل فادو إل ريستورانتي تبقى خلاص جالك شلل في بقك، اسمها فادو أل ريستورانتي على طول. فاعرف ان ال هي بس لازق فيها ال، فبالتالي بيجي وراها مفرد مذكر. تعالى بقى عشان اشرح لك بريبوزيسيوني او حرف جر، اول ما تشوفه يحسسك ان انت هتتلخبط فيه وهتكره حياتك، بس هو من جواه قلبه خصايا والله. هو بريبوزيسيوني ده، بريبوزيسيوني ده يا باشا ليه معنيين. اول معنى لو انا رايح عند حد ازور طبيب مثلا، هقول فادو دال دوتوري، هتيجي تقول لي لا يا انجيلا انت كنت مفهماني لو ذاهب لمكان او ذاهب، بستخدم فيربو انداري معناها يذهب، ولو هصرفها مع نفسي انا ايو فادو. قلت لي اللي انداري بياخد بريبوزيسيوني او حرف الجر ازاي قلت لي فادو دا، مش ده حرف جر حرف جر تاني؟ اقول لك انت معاك حق، بس هنا في الموقف ده بالذات انا ما بقولش فادو قال دكتوري، انا بقول فادو دال دكتوري، معناها انا رايحه عند الدكتور، انا رايحه عند عمي، فادو دال ميو زيو، انا رايحه عند عمي، هنا معناها عند الشخص ده. طب ده المعنى الاول لده. المعنى الثاني لده لو انا جاي من مكان، يعني تخيل كده ان انا جايه من روما، هقول لك فادو دا روما. طب انا لو جايه من مثلا نابولي، فادو دا نابولي، انا جاي من نابولي، فهنا معناها انا جاي من المكان ده. بس هما المعنيين دول، هو اسهل من كده مفيش. شفت بقى انك كنت ظالم لبروبوزيسيوني ده وطلعت سهله جدا زي ما انت ما شايف. ما تستخسرش عليا بلايك، يلا حط لايك، حط لايك، ده مسكتلك من الصبح.
اخر حاجة هختم لك بيها درس لبريبوزيتسيوني او حروف الجر، هو فعل كده عليه خناقة، عليه حوارات، الا وهو الفيربو بارتيره. بارتيري معناها يرحل، بس المشكله بتاعت بارتيره ان انت ممكن تلاقي مع اكتر من حرف جر ومعناه بيتغير مع كل حرف جر شويه. quando si cambia la preposizione si cambia anche il significato. Quindi dobbiamo sapere cosa vuol dire esattamente questo verbo che si chiama partire. لازم نفهم هو معناه ايه. الفيرب اللي اسمه partire ده اخره ايه؟ هقول لك انا، والله ما تظلموش، ده اسهل من السهوله. هو كل الفكرة ان معناه بيتغير بتغير حرف الجر. تعالى كده اقول لك المعنى، هو معناه يرحل. لو انا عايز اقول انا سارحل الى بلد معينة، او انا سارحل الى مدينة معينة، يعني انا هنا من القاهرة سارحل مثلا الى ايطاليا. quindi io parto per l'Italia، ده معناه ان انا رايح ايطاليا. طيب لو انا جاي بقى من ايطاليا، فاكر انا لسه شرحالك دلوقتي لا بريبوزيتسيوني او حرف الجر اللي معناها انا جاي من. هسيبك 3 2 1، برافو عليك. دا لو انا جاي من ايطاليا هتبقى بارتو دالايطاليا. كده فهمت؟ بارتيري بيتغير معناه على حسب حرف الجر اللي مقترن بيه. لو حرف الجر بير يبقى انا سارحل الى هذا المكان. لو حرف الجر دا يبقى انا جاي من المكان ده. يعني لو انا رايح روما واستخدم فيربو بارتيرا هقول ايو بارتو بير روما، ده معناه ان انا رايح روما. طب لو انا جاي من روما هقول ايو بارتو، ايوه برافيسيمو، دا روما، انا جاي من روما. ومش لازم مدينة، يعني انا جاي من البيت، بارتو دا كازا، انا جاي من البيت، عادي جدا. طب في استخدام تالت، او لو انا هستخدم معاه لا بريبوزيتسيون ان، حرف الجر ان ده بقى يا باشا بيبقى في وسيلة المواصلات. يعني مثلا لو انا رايح بوسيلة مواصلات طيارة، بارتو ان ايريو. طب لو انا رايح في وسيلة مواصلات تانية زي القطر، بارتو ان ترينو. بس كده درس حروف الجر خلص. امال انتوا معقدين الموضوع ليه يا جماعة؟ ده انتوا منهجكم بنسلك بيه سنانا كده. وعلى سبيل الحاجات اللي هناخدها نسلك بيها اسناننا دلوقتي، هي ايام الاسبوع هقولها لك سريعا سريعا. هبدا بيوم الاثنين، لان هم بيبداوا في الاسبوع بتاعهم في ايطاليا بيوم الاثنين، بيأجزوا سبت وحد، واحنا بنأجز جمعه وسبت، فكده يعني احنا مش زي بعض يعني. فهبدا بيوم الاثنين. يوم الاثنين اسمه إل لونيدي، الثلاث اسمه إل مارتيدي. وخلي بالك بتقول مارتيدي، يعني بتك على اخر حرف في الكلمه، ليه؟ عشان في اتشنت منور اهو موجود سولاي على حرف الاي، فبتنطق مارتي دي. اتعلم بضمير ما تكروتش. طب تعالى كده اليوم الاربع، الميركولادي، بتقسمها ميركولادي. طب تعالى كده للخميس، الجوفيدي. طب الجمعه، الفينيردي. السبت سهل جدا شبهنا، احنا عندنا سبت هم بيقولوا عليه السابتو، السابتو. طب تعالى اليوم الحد، اجازتهم لا دومينيكا، لا دومينيكا. عايز اقول لك ان كل ايام الاسبوع مذكره ما عدا يوم الحد مؤنث، عشان كده انا قلت كله ال وجيت عند دومينيكا وقلت لا دومينيكا. بس كده، ال لونيدي، ال مارتيدي، ال ميركوليدي، ال جوفيدي، ال فينيردي، ال سابتو، لا دومينيكا. فكرك ان انا بدي كورسات محادثه، تقدر ان انت تشوف كل التفاصيل بتاعتها في اول كومنت. تقدر تنضم لاكثر من 600 طالب وطالبه خدوا معايا الكورسات دي على مدار 3 سنين بفيدباكس ما شاء الله تشرف. تقدروا انتم تشوفوها كلها على البيج بتاعت انجل كورسز على الفيسبوك. عايز افكرك ان كل حاجه انا شرحتها لك هتلاقيني سايبه لك تدريبات عليها في الديسكربشن بوكس، وكمان موقع بيعلم لك التدريبات دي علشان تتابع نفسك بنفسك، وكله يبقى بيرفكتو. وبكده اكون خلصت كمية مهولة رهيبة من لا جراماتيكا ايطاليانا ريغواردانت البريمو انو. سبيرو دي استر استاتا اوتيلا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا فعلا من الفيديو، ويا رب يبقى فرق معاكم. ما تنساش انك تشاركوا مع كل اصحابك وكل الناس اللي تعرف ايطاليا، انا متاكده انه هيفرق معاهم. واشوفكم في فيديوز جايه جديده. لو عايزين اي افكار تانية لاي فيديوز اكتبولي في الكومنتس، وتشاو يلا بروسيما.